ليل نهار اليوم سحاعد قوم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم سعيدة أنا باستقبالكم مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه المناسبة الجميلة والعظيمة كذلك ألا وهي عيد الفطر المبارك. نحن هنا متواجدون بفندق خالد فوندوم لنتقاسم فرحة العيد سويا، وأهنئكم كل المشاهدين الأعزاء سواء داخل أو خارج الوطن، وأهنئ الشعب الجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة. أرحب بضيوفي الذين يتواجدون معي في هذا البلاتو، كل من هواري المحبوب عيدك مبارك سعيد. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية والشعب الجزائري إن شاء الله الصحة والدوام إن شاء الله. إن شاء الله. كذلك معي السيد عبد الغاني بن ثابت، نعم، رئيس فرقة أمال وأفراح الجزائر الفولكلورية. أهلا وسهلا بك. صحة عيدك أخت فايزة، وصحة عيد الأمة الإسلامية، وصحة عيد الشعب الجزائري الداخل وخارج الوطن. وكانت الافتتاحية جميلة بأهازيج من أنغام تراثية من أعماق الجزائر. من أعماق الجزائر، تراث الصحراوي الأصيل، تراث الصحراوي الاصيل، فولكلور كشغل حنا زايدين له واحد اللمسه، كشغل فولكلور صحراوي وزايدين له لمسه وهرانيه. وكنا معكم طبعا اردنا ان تكون او نزين هذا البلاطو من خلال اطباق حلويات جميله، وكذلك من خلال اللباس والميك اب. معي كذلك مقبول كلثوم مصممه ازياء من دار أيقونة وهران، وكذلك معي مختاش سارة كذلك من نفس الدار، دار أيقونة وهران للتجميل والحلاقة. مرحبا بكنا، أردنا أن يكون معنا وتتقاسمنا معنا فرحة العيد هكذا. كلكم كل سنة وانتم بخير، عيدكم عيدكم مبارك سعيد، ومرحب بكم كذلك. طبعا نعود نرجعوا لهواري محبوب والفرقة هواري المحبوب. دائما احنا كل ما كنا يعني هل علينا العيد فرقة المحبوب موجودة. حبيت نعرف الطابع والنوع اللي ربما يعني يختلف عن كما فرقة تاع الفولكلور. طبعا نعم، احنا طبعا ديناها هو اصل صحراوي كاع القرقابون خارج من السودان، كيما احنا تاني عطينا له لمسه باش نوصلوا ميساج ما يقعدش غير في الصحراوي، نوصلوه تاني لوهران، عطيناه طبع واحد اخر. يعني زدتوا له اضافات. زدينا. نعم. طيب كيفاش كان ربما اجواء رمضان مع هواري المحبوب؟ رمضان كيما اللي فات، ولا كانوا معنا احباب وفقدناهم. هي اللي شويه هذا رمضان ماشي كيما رمضان اللي فات. كانوا معنا احباب ثاني، وكانوا عندنا والدين وكاع. اي والله يرحمهم، الله يرحمهم. نعم، يرحم جميع اموات المسلمين كذلك، ونطلبوا ربي يشفي جميع المرضى كذلك. نعم ان شاء الله. نعم. نرجع لعبد الغني، عبد الغني بن ثابت، الفرقه الفولكلوريه هذه جديده ربما او فيها سنوات؟ هذه جديده، هي جديده، هي عندها واحد ثلاث سنوات. نعم. ثلاث سنوات. شغل احنا كنا في فرق واحد اخرين، وبعد درنا فرقه، كشغل فرقه تاع الحي كاع شباب، وكونا وحنا محبين. احنا ما نجموش نقولوا احنا ولاد الفولكلور ولا ولاد البارو، احنا محبين ورانا نتعلموا من مشايخ كبار، نتعلموا من الاضرار، هو لا سورس تاع البارود من كسمو متوات، نتعلموا منهم. وهذه هي. كيفاش كانت الاجواء تاع رمضان؟ ربما رمضان والله ربما في سهرات رمضانيه خدمتوا كيما العمل؟ خدمنا شويه سهرات رمضانيه، خدمنا ضل اجازه. شهر رمضان تاع رمضان تاع هذا العام جا غير تاع العام اللي فات. العام اللي فات كانت كورونا، كان شويه زيار ما تقدمش عند خوك. هذا العام شويه الحمد لله ربي يرفع علينا الوباء، الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الله يدومها نعمه ان شاء الله. ربما هواري محبوب واش تقول يعني وحنا في اجواء العيد، يعني واش هو واش تقول الجمهور تاعك محبيك اللي تبعوك مثلا؟ اللي ما زرنا في الميدان. نعم. وراه كاين ان شاء الله كاين الخير وكاين العراس وكاع. وما يديروش في بالهم باللي غير العراس، قال الحاجه اللي فيها الفرحه رانا واقفين معاها. نعم
وكانت عندكم في رمضان سخنه جديده ولا يشري فريجيدير جديد رانا يجيبك هوري محبوب مع الفرقه تاعك قال لكم اللي بغى يشري فريجيدير جديد رانا معاهم. طيب واش تقول الكلمه للمشاهدين في هذه المناسبه الطيبه؟ المشاهدين نقول لهم عيدكم مبارك وان شاء الله الصحه والدوام ويعاودوا لنا رمضان كما زمان كما زمان وكانوا الايام الشابين ان شاء الله. نعم تعيدوا بالصحه ان شاء الله. ان شاء الله كذلك تعيد بالصحه وراح تختم لنا ربما هذه يعني هذه المناسبه الطيبه والجميله الا وهي يعني عيد الفطر المبارك راح يكون اختتام بفرقه المحبوب اكيد ان شاء الله كل الجمهور يتبعنا ويبقى معنا يعني وما تزيبوش وقعدوا معنا حتى نهايه هذا اللقاء الجميل الذي يجمعني واوفياء قناه الباهيه كل متتبعيها سواء داخل او خارج الوطن وكذلك اصدقاء في دول المشرق العربي نحييهم كذلك. كلمة عبد الغني نقولوا شعب جزائري عيدكم مبروك كل عام انتم بخير واللي عنده اخوه ان شاء الله في هذا العيد يروح يزوره يروح يطلع عليه نحن في مس الحاجة لصلة الرحم صلة الرحم نعم نعم في سيرته في العيد ما عند اخوك روح عنده نعم. طلع عليه ان شاء الله تصفى يعني تصفى القلوب ان شاء الله يصفي القلوب. شكرا لكما شكرا كذلك لضيفتي في هذه الجلسه الرائعه. مشاهدينا الاعزاء بعد هذا الفاصل بقوا معنا هناك ضيوف هناك نجوم هناك مفاجات بقوا معنا ونحن دائما متواجدون وفي وسط هذا الديكور الجميل وهذا الاطباق الحلويات بمناسبه عيد الفطر المبارك بفندق خالد فوندوم بقوا معنا وراح اكيد يكون معنا نجوم اخرين ما تزابيوش بقاو دائما تبعوا في هذه المناسبه الطيبه والجميله. زينوا نهار اليوم صحا عيدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم مشاهدنا الأعزاء عدنا والعود أحمد ومن خلال بلاتو هذا الذي يلتحق بي كذلك نجوم قد متعوكم من خلال سلسلة جميلة جدا ورائعة وعرفناها مسمار أشحى. أرحب بالضيف الممثل قويدر مراجح أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. صحة عيدك كل سنة وانت بخير. كل عام وانت بخير مدام. شكرا جزيلا. كذلك البرعومة نقول إسراء بوزيان مرحبا بك وصحة عيدك. كل عام انتم بخير. انت كذلك بنيتي. سلمك. كذلك معي قامات من قامات الفن الجزائري كل من حورية زاوش نقول لك مرحبا واهلا وسهلا بك وصحة عيدك وعلى السلامة كذلك. الله يسلمك. شكرا اختي فايزه نقول لك عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير كل عام والأمة الاسلاميه بالف خير اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات نقول عيدكم مبارك سعيد للممثلين اللي راهم معنا مسمار شحا كذلك نعم معي قام من قامات كذلك الفن الجزائري سيل بارودي السيد الممثل الكبير محمد ادار مرحبا بك وكل عام وانت بخير نشكر الباهيه على هذه المجهودات اللي راهي دير فيهم فيما يخص الثقافه فيما يخص السينما فيما يخص المسلسلات نعم. لي سيت كوم وكلش نعم وهذا شرف كبير لنا. شكرا جزيلا. راح نروح ربما نعاود نرجح المراجح قويدر اللي تعرف دور او كان ضيف شرف من خلال سلسله مسمار شحا زيكوما هكذا زيكوما نعم. نعم وكان كذلك هو الريجيسور يعني كيما دو بلاتو يعني كما قال المخرج رشيد نكاع اللي نحييه في هذا العمل الراقي وحنا يعني تعودنا انه بعد سلسله يعني دار نسا جاء مسمار شحا يعني اعمال راقيه جدا ونقلة نوعية كذلك وقال لي إذا يكون ناجح المخرج يكون الرياليزاتور دو بلاتو ريجيسور دو بلاتو عفوا يكون كذلك ناجح أكثر يعني أنت يعني الحمل الثقيل أنت هو اللي خلال كل سلسلة يعني السلسلة اللي تقدمها تكون أنت رافدها هي سي فري شاكي تقولي حمل ثقيل مي بار أمور دو ميتي انا بوغ موا كان حمل خفيف وهو ثقيل او ميم طون وتقبلت الثقل ونشكر بزاف رشيد نكاع تعلمت معاه المخرج رشيد نكاع تعلمت معاه بزاف صوالح وعلمني وكان كاين تنسيق ما بين المخرج
ولا الممثلين ولي تكنيسيان سي نورمال لو رول تاع لو ريجيسور دو بلاطو سي لو كونفور تاع لي تكنيسيان اي لي كوميديان. نعم يعني انت توفر لهم كل يعني يعني الوقت يكون لازم تكون مضابط الوقت بالنسبه للمخرج حتى ما يعياش, كذلك بالنسبه للفنانين يعني تكون يعني تمشى كما يقولوا على المسطره, وخاصة المخرج لو ريجيسور دو بلاطو يتعامل معاه لقي ما يخليش يتعب. نعم خاطر هو يتعب مورالمون اكثر من اللي يعني تربحوا الوقت ربما وتكون مضبوط في الوقت تاعك مع الممثلين مع يعني يتواصل يكون التواصل سهل بالممثل وكذلك المخرج, هكذا نعم يكون تواصل ويكون انسان كومون ديراج لقى المخرج بلا ما يقول لك ما يقولش نعم. من يهضر من غير يشوفك تفهم شراه باغي. نعم راح نعاود نرجع لك زيغوما زيغوما نعم. معي كذلك البرعومة اللي عرفناها كذلك في سيسيلا السنة اللي فاتت نعم, وهذا السنة كذلك في مسمرجحة بدور ميسا وهي إسراء بوزيان. ميسا كيما كي اقترحوا عليك أنك تأخذي هذا الدور كيفاش حسيتي نفسك؟ يعني كان عندك أمل أنك توقفي أمام قامات كما الممثل الكبير تاعنا محمد آدار, كما حورية زاوج, كما كذلك مراجع حويدر, كيف حسيتي؟ كان شرف لي نتعامل مع ممثلين كبار والحمد لله. أنت خايفة؟ لا شغل ما كنتش خايفة, كنت باغية نتعلم. كنت باغية تعلمي؟ واه كنت نتعلم ونولي كيفهم إن شاء الله. والسلسلة تاع هذه تاع السنة هذه مقارنة بالسلسلة اللي قدمتيها العام اللي فات؟ شغل العام اللي فات طاوني دور شغل ماشي تاعي أنا ودسنا درت الدور تاعي. نعم هاد السنة حسيتي روحك أحسن من العام السنة اللي فاتت؟ واه فاش مثلا فاش؟ كانوا ممثلين معايا غاية الحمد لله يا ربي, وحسيت روحي أفضل معاهم. أفضل ان شاء الله تكوني دائما في الافضل يا رب ان شاء الله. نرجعوا لحوريه زاوش, قلت على سلامتك حوريه لانك يعني السنه اللي فاتت قولوا كنتي في ربما دخلتي حتى الانعاش هكذا يعني بعد الحمل بعد الوضع مباشره, يعني حوريه دخلت في الانعاش وكانت يعني مشاكل صحيه مباشره بعد الولاده, يعني فتره صعيبه كلنا تقلقنا عليك, كنا نتصلوا بك يعني بالآل لأنك ما قدرناش نتصلوا بك. نعم يعني ومباشرة كان عليك كما قال مسمار شحا كانت حاجة جميلة رائعة أنه اتصل بك ربما المخرج. نعم المخرج رشيد ركشيد يعني عنده حاجة فيه إيجابية كتير أنه ينقب, يعني دير تنقيب عن الممثلين. نعم باش يدير عمل متكامل. نعم. نعم عمل متكامل وعمل راقي. راقي بيان نعم. فكيفاش تم الاتصال وكيفاش كان كيفاش اتصال؟ انا ثلاث سنوات كنت غائبه عن الساحه الفنيه كما على بالك, سواء في المسرح ولا في التلفزيون. نعم. صعيبه فتره فوتها, الحمد لله رجعت للحياه, رجعت للجمهور تاعي, والعمل الاول مسمر شحا يعني ديريكت تلفزيون, الناس شافتني الحمد لله يا ربي. نعم. كاع يقولوا لي فرحنا مي شفناك باسكو. نعم. كنت زعما في اطار. نعم. شفتي الحمد لله يا ربي دعوت الخير. نعم. والناس اللي دعاتني وكاع المحبين نشكرهم. نعم. بفضل. نعم. ربي وسبحانه, وانتم اللي تقلقتوا عليا بيان سور نشكركم كاع. ومسمر شحا سلسله رائعه. انا. نعم. كانت عندي تجربه زعما ماشي كيما التجارب الاخرين, تجربه بزاف شابه. نعم. المنتج اتصل بيا. نعم قال لي من وين زعما ما ظهرتيش وسما شافوا في هذاك الدور تاع جوجو, وانا اول. نعم. مره نلعب دور المرت الاب. نعم. رانا نشوفوا احنا المجتمع تاعنا يعني عالجنا مواضيع مهمة جدا, يعني شوف الفارق السن هذا يعني نعود نرجع ربما زوجة الأب الفارق السن يعني هي البغية تاعها في هذاك الزواج أصلا مش من أجل الزواج ولكن من أجل ربما كاين مال كاين هذا تخليها يعني الفارق السن أنك أنت يا صغيرة وتتزوجي مثلا مع رجل كبير في السن. يعني هذا يعني رانا نشوفها في المجتمع بزاف بيان سور كاين وكاين. احنا. نعم.
تحية كبيرة للمرت الأب، يا كاين اللي تكون حنينة، كاين اللي واعرة، كاين حنا لعبنا جسدنا، دور جوجو دور صغيرة واعرة شوية لعبت واعرة، مرت البارودي دايرة في حالة، وجايب أخويا حميطو يعيش معايا وشفتي قال فكاهي وندخلوا في مع ثاني حجلة حلالية اللي ماهيش معانا، قولها عيدك مبارك كل عام أنت بخير، اللي لعبت مامية هي اللي يعني شوف الأسماء اللي طرق ليهم اللي خداهم يعني المخرج مامية مامية اسم قديم اسم بزاف. قديم وتاع وهرن ألالي ألالي معروف نقولوا احنا رجلة ألالي حميطو جمعية هذا الاسم تاع وهرن تسمى احنا تبسناهم وجسدناهم في كنت تقولي يعني كي تشوفي وترجعي كي تشوفي وترجعي تحسي روحك راكي في الأحياء الشعبية القديمة تاع أحياء شعبية جسمو أحياء شعبية قلت لك تجربة رائعة تعلمت بزاف أمور والله تصدقيني من كمل تورناج بالك على بالهم ليكيب هاي يقول لك قويدر شوفي ماشي راني نقول لك أول زعما أول سيت كوم هذا ولا سلسلة اللي بكيت فيها صح من كملنا تورناج يا ريت نكون قلنا داك التورناج ما يكملش نقولوا توجو نخدموا كانت ايكيب شابه كان احترام خدمنا خدمه متقونه تحسي مع استاذ ادار انا استاذي في المسرح كيما على بالك بديت مع المسرح رحنا للسعوديه المملكه العربيه السعوديه في 2007 عندنا جوالات بديت مع المسرح انا استاذ ادار وفرحت بزاف مي كان معايا في سيتكم باسكو متولفين بعضنا يعني ما نغبنوش تما تعرفي مليح يعرفي مليح عمل متكامل نشكر المنتج رشيد المنتج حاش خربوش نقول عيدك مبارك سعيد وكل التقنيين باش ما يزعفوش عزيز حمزة عبدو المخرج رشيد نكع اللي هو اللي كان هو اللي كان معاونا بزاف الممثلين كاع هيبة لاكوفاز اللي كانت معانا إسراء البرعومة الصغيرة اللي إن شاء الله نشوفها إن شاء الله في المراتب الأعلى إن شاء الله نشوفها فنانة إن شاء الله يا رب كاع التقنيين راح نروح ربما السي البارودي القامة الفنية الكبيرة الأستاذنا الكبير اللي نعرفه من زمان يعني مش من اليوم الأستاذ الكبير طبعا محمد أدار اللي عرفناه في سلسلة يعني مسمار شحا سي البارودي سي البارودي يعني الشخصية مغايرة تماما لأن احنا نعرفوا الأستاذ محمد أدار معروف على خشبة المسرح كذلك أفلام سينمائية يعني هذه الفرصة اللي ربما أو يعني ما نقولش أعطيت لك ولكن لأنه يعرفوا طاقات تاعك لأن قامة من قامات الفن الجزائري كممثل كبير معطاء أنك خديت دور هذا يعني سي البارودي كيفاش يعني كانت التجربة هذه حد ساعدنا في نهضر على ليكيب تاع مسمار شعر سواء لا تكنيك سواء المخرج سواء كاتب سواء البروديكتور الحد ساعدنا طحنا في تري بون ليكيب طحنا في بروديكتور لاباس به ديريكتور فوتو الله يعطيه الصحة لو سيناريست لو رياليزاتور يعطيهم الصحة يعني خدمنا خدمة متكاملة وسيتي خدمة بروفيسيونال أنا نتمنى التمني تاعي هو هاد لو سيت كوم ما يبقاش ما يموتش هنا في الجزائر ماذا بيا يتوزع يخرج الحدود لان هذا البرودوي ماشي تاع برودوي سي با ان برودوي جوطابل لا لازم نسوقوا مثلا هذا العمل يتسوق خارج يشرفنا نعم باسكو هذا العمل متكامل ناحيه الاخراج لاباس به من ناحيه السيناريو لاباس به من ناحيه الاداء تاع الممثلين لاباس بهم من ناحيه لا تكنيك اللي كانوا معنا ناس ملاح وناس يخدموا يعني حرام علينا كون يقعد هنا في الجزائر بركه نعم وسنسر حتى انه تكلمت على قنوات قناه الشروق قناه الحياه كذلك تكلموا على هذا العمل نعم انا تكلمت عليه في الشروق ثاني بصح حرام علينا قسما بالله غير حرام علينا لو كان هذا البرودوي يبقى هنا في الجزائر بركه صح يتوزع في الجزائر خطره زوج ثلاثه من لازم يخرج الحدود نعم هذا هو التمني تاعي انا نعم لان ممثلين لاباس بهم كاع اللي يمثلوا في 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 مسمار شحال لاباس بهم كاع سي دي بروفيسيونيل وكاع كل واحد كان في الدور تاعو كان في القالب كان يجسد الدور تاعو كيما معطي له كيما ينبغي حتى البنت صغيره دخلت في المعمعة معنا ما كاش اللي علاش يقعد هنا علاش يقعد انا نقول لك سي ان برودوي اللي يظلموه لو كان يبقى هنا
قسما بالله. نعم نشوف كذلك الضيوف اللي شاركوا معنا، نادية فاليري، نعم، باركودا بيلال، نعم، كان معنا ثاني في كذلك الممثله الكبيره، كذلك حجله، كذلك كانت حجله يعني دخلناها، نعم، حجله كانت، نعم، وسيله مقران نقولها، نعم، عيدكم مبروك تاني، نعم، كل عام وانتم بخير، كاع، نعم، اللي شاركوا معنا ضيوف الحلقه، ضيوف الشرف، نعم، فوزيه بوشار، نعم، لي زانفيتي ضيوف الشرف كانوا في المستوى، نعم، كانوا في المستوى، نعم. كان نسأل ربما كيفاش كان شهر رمضان الفضيل، يعني كيفاش قداه سي البارودي؟ شوفي هذا رمضان أول مرة نخرج قسما بالله، اللي قاعد غير في الدار مطالعة ولا حاجة ولا بريكول ولا، بصح أول مرة نخرج، كي قالوا لي ودي فيها مسمار شحاو فيها الباهية، قلت لا، نعم، يليق نحضر. طيب العيد، أجواء العيد كيفاش يقضيها ربما مع العائلة، مع زيارات ربما عائلية؟ كما الجزائريين كما، نعم، احنا إنسان متواضع، نعم، إنسان عايش حد روحي، نعم، بيني وبين تزور العائلات؟ لا، عندي البنات متزوجات تبارك الله، نروح ندور عندهم، نعم، راني جد، نعم، جرون بير ما شاء الله، نعم، أيوة، نعم، نروح نشوفهم كي راهم كاش ما يخصهم كاش منا، نعم، كيما كاع الاباء، نعم، تاع الجزائر، نعم، شكرا. نشوف العائله ثاني، احنا راح نسمو غير سي البارودي، راح نمحو هذيك محمد اثر سمو هذه عذر غامض، راحت راحت يعني، خلاص نخرج برا راني يقولوا لي البارودي ورا البارودي خلاص، عيطيني خضره اخرى راني يقولوا لي البارودي خلاص، احنا راح تروح لنا محمد اثر يضلوا يسقسوا عليه. الحمد لله كانت سيده حوريه، نعم، زعما كيفاش كان استقبال العيد ربما الحلويات؟ الحلويات كما كل عام، هذا العام الاب تاعي مريض، نتمنى له الشفاء وكل مرضانا، نعم، تسمى هي من فترة المرض تاعي تأثر بزاف، نعم، وعندها عام ونص ملي طاح يعني، راه افيسي مريض مسكين، طلبوا له ان شاء الله الشفاء العاجل. هذه الخطرة تسمى كنا احنا نروحوا عند الاقارب وكاع، دوك هما يجوا عندنا بس كل الاب تاعي مريض، نعم، دوك هما اللي راهم يجوا، نعم، عندنا يتو. الحمد لله الحلويات كما كل عام، انا ثاني، نعم، ندير الحلويات كما كاع، نعم، العائلات اللي راهم، نعم، الحمد لله. والاب تاعها كان يدير هو هما بيان سيغ هو كان، ايوا كان زعما ماشي، ماشي ما راهيش برانية على المهنة. على المهنة أنا أبتاعي كنت نخدم معاه مخيمة صيفية من كنت صغيرة، نعم، مسرح للأطفال يعني، نعم، تعلمت معاه بزاف، كان هو صديقي هو كلش، حاجة مليدة، حاجة مليحة. ربما احنا نعاود نرجع للمراجح قويدر، يعني كنت ضيف شرف وكنت كذلك نقولوا ريجيسور، يعني عمل كبير وعمل مش سهل وكلش، كيفاش يعني شفت روحك هالمرة من خلال أنك أقحمت في هذا العمل خلال، أو أقحمك المخرج رشيد نكاع يعني في هذا العمل، كيفاش حسيت روحك؟ ما قدرتش إحساسك؟ إحساس تاعي ما دوزيام فامي، وحسيت روحي باللي راني في الاحتراف، وخاصة من خدمت مع مسيو آدار، حورية، إسراء بنتي، لي كوميديان كاع اللي خدمت معاهم ما شاء الله كاع دي بروفيسيونال، حسيت روحي في الاحتراف، خاصة المخرج عطاني الدور وريبيتيت معاه واديت الدور تاعي وكنت في المستوى، نعم، الحمد أكيد لله. كل يعني كل الممثلين اللي فاتوا في مسمى رشحة يعني كانوا في المستوى، كما السنة اللي فاتت في دار النساء كذلك، يعطي الصحة المخرج رشيد يعني نكاع، أنه مش بقى يعني في أعمال في هذا السيت كوم، ولكن كانت كذلك برنامج كان يفوت مجالس رمضان اللي كان عنده متتبعين كثير، ويعني قدر يجمع أكثر من 25 ما بين إمام وأستاذ أساتذة في الدين، يعني شيء جميل، يعني كان برنامج ثري متنوع، وكان يعني الجانب الديني حاضر، يعني هذا يعني السلسلة كانت جميلة جدا ورائعة، نتمنى تتواصل مش فقط في شهر رمضان إن شاء الله، ولكن حتى بعد رمضان إن شاء الله يا رب. واش تقول الكلمة بالمناسبة عيد يعني عيد الفطر؟ بالمناسبة نقول للبهية تي في عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، لا برودكسيون سوبليم ايماج عيدكم مبروك، لا فامي نكاع وكاع لي كوميديان اللي خدموا معنا، بيان سور ما فامي مراجح والداحي بالنبي ولا فامي غاليه. شكرا ميسا، انا نسميكم بالاسامي تاعكم تاع الفيلم خلاص يعني اسمكم. واش تقولي بالمناسبه تاع عيد الفطر؟ نقول لكم عيدكم مبروك، نعم، كل عام وانتم بخير،
نعيد ونعاود ان شاء الله. ان شاء الله. وانت ثاني كذلك بنتي، ونتمنى لك كذلك النجاح في الدراسه تاعك. شكرا. حريه نقول لك قناه الباهيه نقولها عيدكم مبروك، كل عام نتوما بخير، كاع التقنيين اللي راهم ساهرين على هذه الحصه، وما ننسوش الممثلين تاع مسمار شحال ما ذكرناهمش، حرودي حرودي نعم. عيدك مبروك عماد قدي، الالي الالي الالي، عيدكم مبروك كل عام. انا عجبني هذا الاسم تاع الالي. الضيوف الشرف اللي كانوا يشاركوا معنا، توحه قلت لك فوزيه بوشارب، باش ما يزعفوش، فوزيه بوشارب، توحه، وسيله، بيلا، كانوا كاع معنا حضروا، ودنا قلت لك يعني عمل متكامل. متكامل. أنا أولا نهدي نقول عيد مبارك لعائلة زاوش، عائلتي كاع نقولهم عيدكم مبارك، خواتاتي سعاد، أمينة، زهرة، محمد، الأم تاعي، الأب تاعي نقولها ربي يشفيك، أصدقاء تاعي كاع اللي يبغوني، جمهور تاعي تاع المسرح. وهذا ما كان، كل عام نتوما بخير إن شاء الله. نتمنى لك بخير دائما إن شاء الله. الله يارب. كذلك سي البارودي باهية، نطلبوا لها النجاح إن شاء الله، نطلبوا لها تزيد تكبر إن شاء الله، ونطلبوا عيد مبروك للجزائريين كلهم، ونطلبوا السلم ان شاء الله، السلم للبلاد ولهنا للبلاد، نطلبوا السلم ان شاء الله، الله بركة يبعد علينا هذا الهول وهذا هذا التخرقيج اللي راه هاكوها. نعم ان شاء الله، السلم للبلاد ان شاء الله وللجزائر، للعالم كله، نبداو احنا، نبداو بالجزائر. نعم ان شاء الله، بالسلم للجزائر والأمة العربية. نعم. إن شاء الله، والمرضى إن شاء الله خلي ربي يشفيهم كما حازم، نطلبوا له الشفاء العاجل، واللي فقدناهم يعني كانوا معنا العام اللي فات وهذا العام نترحموا عليهم إن شاء الله. نعم. إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأجواء دائما أجواء جميلة بخلال الله. وبارك فيكم على المجهودات اللي راكم ديروا فيهم فيما يخص الثقافة وفيما يخص العفو. نتمنى تكون أعمال أخرى للمخرج دائما رشيد نكا تكون راقية كما هذه السنة إن شاء الله، وتكون أرقى كذلك في السنوات القادمة. مشاهدينا الأعزاء، رح يلتحقوا بي كذلك نجوم آخرين بقوا معنا دائما من خلال هذا البلاتو، بلاتو بمناسبة عيد الفطر المبارك من فندق فندوم خالد. بقوا معنا وما تغيروش الوجهة. زينوا نهار اليوم صحة عيدكم، زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم، قلي ما دارت فيا وفي عرالي؟ عرالي ما يفوتناش، وهي ما تفوتكمش، ما عيات بكايا، والله العظيم إنا كانت جاية تسلم لكم على رصانكم غير أنا ما بغيت. لا لا، هذه كاع ما كاش منها، الكبير يحاول صغيرة جامي. راني رايحه جوجو لداري، ما يبقى غير العيب، ولا راني غلطه؟ هادي تاني دارك ماميا، بليس دارها بينا، مقبيله راني نحاجي ونفك، ندي ونجيب، بلقيت حتى حاجه تستاهل باش تفرق بيناتنا، ولا بين بوك البارودي. ماميا خطر على خطر الروح، داركم مفتوحة وقلبك البارودي مفتوح، وقلبي قلبي أنا مامية تاني مفتوح. مالكي جوعت ولا كنت خلي فيا لك في دار جدك؟ روحي بنتك كدوك تاكل كاع الطاطا، روحي خليني نهضر على همي، روحي هاي مامية. تستاهلي راجل. جبت لك راجل. راجل جبت لي بوه، جبت لي مه، جبت لي خواتاته، جبت لي سريحته، جبت لي طنسيلته، وما هو خذ له فوق طعام. ودرك شو باغي تدير؟ ودرك بويا، بويا انا بنتك، وراني في دار بويا، انا رحت المرحومه بويا. وياك خايف منها؟ راك خايف منها البارودي؟ مامي ياخ، مامي ياخ، في بالي ما تعرفيش بوك. جدك 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 سمعني، البارودي البارودي، وما تعرفيش قيمة البارود، البارود ضعف ضعف ضعف، كي يطلطق بارودي عندك نيبا بارودي.
شوف شوف مسكينة كريمة توحشتكم. شوف شوف عندكم فاش تروحوا ولا نوصلكم؟ نعم عندكم فاش تروحوا ولا نوصلكم؟ عندي ال بويا انا بنتك وهذه بنت بنتك وهذا ولدك هنا رانا قاعدين وما عندنا وين نروحوا. امين. واه عوجي واه عوجي بارودي. انت هو اللي خلق لي ما فيها في الدار. انا والله ما مافيا انا بريعة عقل بالك ما نوضهم دي ولا حاجة. ما تحشمش تحكر وليات. انا نحكر الوليات انا جامي حكر تعب تخيل ما لكش فهمني. لا يرحم شوابين صاحبي ما نوضهم دي اللي بغدم يقدم. انا قدم اللي بكس فرق اليوم. انا والله ما كنت الدم زعم قدم اللي بغدم اللي خلصها الدم معطيه صحيح يا اخويا صحيح. لا يرحم شوابين. مليش خوك انا اخوك انا يا انت اخوك مليش خوك دار دارك ما غادي فوت لك اعرالي كي دي بنت لدارنا عند اما كان قعدت معها خير لك عندنا البع في العيب. اعرالي عيط الاعرالي انا نروح عندها طيب ماشي مليح. نحلم غير عين الحمراء. كتبت موجي يا يا صاحبي غير بلاصاي ها هادي هي سلم لي غير جهه سلبيه كبزلي ها انا بدا باش غنبقى هكا انا غنبقى علي علي شكون انت راجل مامية ولد مامية مامية راجل علي جونيور واش تحقيت؟ اجمع هذاك بلعني من تحت تجلس كلاب وش بيهم؟ كتبهم الشهر ما يهضروا معاك. الو تعالي كمل مسيو علان شخصكم؟ انا جوج وجوج وجمعيه حمب خويا نرسل لك بارودي ولا حميط خويا يجي الكوزينه يجيب لنا حاجه نتقوتوا بها. قتلنا الجوع خويا قتلنا عمبوك. سمعوني مليح يروح الباروتي يتعشى في الكوزينه ويعاود يولي باروتي نسيبي نسيبي. وانتوما اقعدوا في الشومره يبوجي فيكم واحد نحي من الدنيا. سمعتوا كما قالنا يلا الدم في الدم تعبي مزينو نهار اليوم صحا عيدكم مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم حكاية السي محمود وين بيها وينه مدخويا
بعدما استمعنا إلى واستمتعنا لأغنية ونجيني ليك، حكاية من كتاب للمخرج عمر بونور، طبعا معي نجوم هذه السلسلة كل من حمه ويدف، وقل لك كل سنة وانت بخير، عيد سعيد. يعطيك الصحة إن شاء الله، وصافي بليزير راني اليوم عندكم هنايا، وشكركم على هذه الدعوة وشاركنا في هذه السلسلة اللي يعني عجبتني وفيها حكم وأمثال يعني الناس استفادت منها، واللي تفرجوا كاع قالوا لنا بارك الله فيكم. فيك بركة. كذلك معي المطربة اللي غنات في الجينيريك آية بغدادي، وكانت كذلك كانت سكريبت. صحة عيدك أخت فايزة، وصحة عيد كل الطاقم الفني والطاقم التقني اللي راهو موجود معنا هنايا، وكل الجزائريين وخاصة الجالية الجزائرية اللي متواجدة في الخارج. شكرا. كذلك معي شاب رضوان مؤدي، كذلك هو ديو مع آية بغدادي في يعني جينيريك أغنية أو قول جينيريك سلسلة حكاية مكتب. مهم قول لك عيدك مبروك وسنة بخير. عيدك مبروك تاني فايزة أختي. نعم. هذا ما صافي بليزير مي درنا هذا الجينيريك. نعم أختي. نعم شكرا. كذلك معي الممثل شارف زنيتيسي. نعم هكذا زنتيسي. زنتيسي دائما نغلط في الاسم تاعك، ما على باليش علاه. شارف مرحبا بك، ونقول لك كل سنه وانت بخير، عيدكم مبروك، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يعاودها لنا كل عام بخير ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمسلسل هذا، السلسله اللي دارها عمر بونور. نعم ونشكروا عمر بونور اللي جمعناه في هذه السلسله من اول مره، يعني سلسله تاع الدراما اللي في قناه البهية مع كوكب من الممثلين من بينهم. نعم. عباس بودان نقولوا له ربي شافيك شافيه. نعم وعليلو بن ناصر. نعم نور الدين باريكو وحمو هويدف. نعم الهواري سدرا محمد عباس والخوتي اللي راهم اللي دابا نادوا الجينيريك. نعم سما كل ما طلع جينيريك نتفكرهم. نعم لا يعطيكم الصحه. نعم راح نرجع لحمو هويدف. حمو هويدف يعني غدا جسد دور الفنان خلال السلسله تاع حكايه من كتاب، كيفاش كان يعني تجسيد هذه الشخصيه؟ تجسيد هذه الشخصيه كانت على حساب الواقع. نعم. وايضا الفنان في بعض الاحيان ما يسيبش فضاء وين يعني يدخل الموهبه تاعو. نعم. عالجنا هذه النقطه بالذات. نعم. وكذلك قضيه الفنان اللي دائما اللي يكون يعني فنان في المستوى في هذا يعني الالفيه في 20 ما عندوش يعني تيك توك والاخرين. نعم. هو اللي راهم تغلب يعني تغلب. نعم. العولمه وبقى الفنان والمبدع الحقيقي هو مهمش. مهمش مقارنه مع الناس اللي تستعمل هاد ربما التيك توك او يعني. نعم في بعض الاحيان احنا كي نشوفوا يعني خرجوا المهرجانات نشوفوا فنانين في المستوى يعني تقول هذا علاش ما هوش واصل. نعم يعني ياكل كما نقولوا لاسين ياكل. نعم ولكن الحمد لله احنا في هذه النقطة عالجناها، عالجنا قضية القاعة، عالجنا قضية الاهتمام بالفنان. بالفنان نعم. وكانت يعني تجربة مليحة وهي رسالة، هي رسالة اللي باش ربما تكون اهتمام للفنان اللي راه يعيش التهميش. آية مطربة وأول مرة ربما تقدمي في جينيريك، يعني أنت معروفة يعني تغني صوت جميل رائع أداء مميز، ولكن أول مرة تكون لك الفرصة ربما أنك تقدمي في جينيريك أغنية. صحيح هي أول مرة وإن شاء الله تكون يعني مش آخر مرة. مش آخر مرة. نعم. كانت تجربة مليحة بزاف. كانت. نعم. مع الأخ الشاب رضوان. رضوان نعم. ورضوان معروف بالأغاني الريوية ويعني أنت الأغنية الوهرانية. وهرانية. مش قادر يجمعكم المخرج عمر بونور في هذا يعني من خلال كلمات اللي كتبهم عمر بونور. من كلمات المخرج عمر مخرج بونور. نعم. وتوزيع. نعم. كان محمد تيبو. نحيوه. نحيوهم. نعم. بالمناسبة نقولهم صحة عيدكم. نعم. كانت هذه السلسلة كنت تاني سكريبت. نعم سكريبت في سكريبت في يعني كنت مع الفريق التقني. نعم. كانت هذه السلسلة مزيج بين الكوميديا والدراما. نعم دراما اللي يعني تفرجوا الحلقة ونستنتجوا يعني مثل شعبي. نعم. من أمثال الشعبية. نعم هذا الشيء جميل يعني يرجعك أنك حتى أن الديكور ويرجع يعني تفتح هذاك الصندوق وتخرج منه ترد في تخرج منه الكتاب وتقرأ ومن بعد تعاود ترد من الكتاب، أشياء جميلة وكأنك تفرج يعني ألف ليلة وليلة
من خلالها فيها أحكام وفيها مواعد، يعني شيء حكم ومواعد عفوا. رضوان، أنك وقفت أمام المطربة، مطربة في الأغنية الوهرانية، أنت تأدي الأغنية الريوية، يعني وأول مرة تغني ربما جينيريك؟ أنا أول مرة غني أديت هذا هذا الجينيريك أديته، بس ما نسمع الشغل اللي هو تاع حبيبي رافقني، نعم تاع جلالي عين تدي، نعم نعم اسم الهوى هذا من كنت صغير تحافظه، نعم خاش كنت نسمع قصبة ونسمع نعم. منها ثم جاني بالك في الأداء، جاني شك سهل ربما مليح يعني شوية صعيبة، صعيب ومشي صعيب، نعم مهم تكون أغلب مغني كيكون يغني راي، نعم اللي يتعلم يغني قاع الطبوع، خاش كي تغني راي مش تحسن في الراي. أنا يغني كذلك الأغنية الوهرانية، نغني أغنية وهرانية، مهم جاتني مشي جاتني سهلة صعيبة، بصح أنا شغل طوق عندك لافوا تي طوبو، نعم وثاني كما نقولوا تعرف كي تأدي الأغنية هذه، نعم نتمنى لكم النجاح ونتمنى لكم انكم تعاودوا يعني تكون هناك سلاسل اخرى، سلسلات اخرى من افلام وكذلك لسيتكم، وتكونوا تأدوا فيهم الاغنيه يعني الثنائي ربما إن شاء الله. بدايه ان شاء الله ما تكونش نهايه ان شاء الله. إن شاء الله. نرجعوا للشارف، شارف جسد الدور كذلك مش سهل من خلال السلسله، نعرف يعني شويه في التمثيل يعني مش سهل الدور تاعك، وانا اللي عجبتني خاصه مع نورا وين كانت أختك يعني وصيبت بالجنون بعد فقدانها الابن تاعها، يعني كانت مؤثرة بزاف بزاف بزاف، يعني بكينا يعني. هي الدور شوية صعيب، نعم مع اللي عمر قال لي خرج لي من ذاك تاع العروبي تاع الآخر، نعم. قلت له شوفوا نعم كممثلين نديروا طاقة تاعنا، نعم قال لي يعطيك تبكي، قلت له أنا ما أدري لا فصل لا ذاك الحبوب وحدك رحت، كانت بعض لاسين انا ونورا نقول لها عيدك مبروك بالمناسبه، كانت بعض لاسين وين تفكرني بابي وانا بيا في 6 شهور اللي توفى، هذا عدو واجد ابو الرحمه يرحمه ويرحم جميع موتانا وكل ما فقد ديك لاسين تقول لي على بابك وكاع كانت تبعت وحدها ثم تشاتها هذيك اللحظه، هي فين كان عندها واحد شهرين من اللي توفى بابها، ثم تحتو في نورا كذلك اللي نحييها ونقول لها كل سنه وانت بخير وعيدك مبارك سعيد. دارت هذيك اللقطه بعد عمر قال لي طيق تعاودها، قلت له لا بغيت، قلت له هي الاولى اللي فاتت شابه بصح لا بغيت تعاودها نديروا البصل نديروا البصل نعم نعم، يعني احنا نشوفوا حكايه من كتاب هي كانت فيها يعني مواعيد فيها حكم، وهذا اللي نحتاجوه يعني انك يعني تحاول انك تعالج المجتمع وقضايا في المجتمع بهذه الطريقه، يعني بطريقه الدراما وبطريقه توصل للمشاهد توصل نعم. للحكم نعم، خاطر كي تقراها له في كتاب ولا ينساها بصح كي يشوفها مجسده في الشاشه في الشاشه نعم. تقعد راسخه في زعما تشوفها براتيك تشوفها نعم. تفكرها نعم. احنا من نفكروا من يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا نعم. حمزه رضي الله عنه نتفكروا الرساله نعم كنا نتفرجوا حكمه من الحكم اللي دارها المخرج عمر نعم. تقعد تقعد راسخه في ان شاء الله، احنا نتمنوا له انه يقدم اعمال اخرى ان شاء الله بنفس النجاح او اكثر من هذا، نعم هو مطالب يعني الان خلاص يعني دخل هذا يعني المجال تاع يعني الدراما والسلسلات والسيت كوم، نتمنى هو مطالب انه يقدم الاحسن والافضل دائما ان شاء الله. واش تقول لنا في هذه المناسبه، مناسبه عيد الفطر مبارك، الاحبه تاعك العائله تاعك اللي ينتظروك اللي يشوفوك يشاهدوك، أقول لهم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير، نعم. وإن شاء الله يعاد إلينا إلى هذا العيد بالبركة إن شاء الله، وهذا رمضان يعني فات يعني فات ما شاء الله، نعم. يعني الناس يعني تقبلتنا وفرحوا ودخلنا لهم السعادة نعم. لديارهم، وأهدي تحياتي إلى الزوجة الكريمة إلى الأم إلى كل اللي يعرفوني نعم. من القريب أو من بعيد، ونشكر يعني كل الزملاء اللي راهم هنا نقولكم فاني أيضا عيدكم مبروك، ونتمنى لكم مزيد من التألق ونعطيكم الضحكة يعني اللي تبغوها بزاف وكلي جولي كلي جولي يا حجي أنا
هذه تحديد وانا الله يرحمه فاني نعم تلاقينا ربما كنت شعر كنا في رحبة مع بعض نعم آية بغدادي سنة 2018 نظن رمضانية الباهية اللي فيها يعني كتلتنا في الضحك هذيك الجلسة يعني كانت من أروع ما يمكن يعني أحسن من أفضل يعني الحلقات كلها 28 حلقة كانت من الأفضل لأنك يعني أنا أنت دير الصوت على القط وأنا نقول له شكون القط اللي راه هنا الداخل يعطيك الصحة نعم حمو هويدف نتمنى لك كذلك مزيد من التألق ومازال من الأبداع ومازال مشاركات أخرى إن شاء الله. أي واش تقولي أكيد الحلوية حلويات العيد ورمضان كان متعب أكيد واش تقولي يعني الله صح كان متعب صح الحمد لله راه فات بالخف نعم نشكر يعني كامل طاقم الباهية نعم نشكر ماما بابا نقدم لهم تحياتي خوتي صحاباتي كاع اللي يعرفوا آية بغدادي شكر خاص ليك أنت الفنانين اللي كانوا حاضرين معنا في سلسلة حكاية من الكتاب الفريق التقني نعم. وشكر خاص تاني للمخرج عمر بونور اللي جمعنا في هذه نعم. السلسلة ونقولها إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح وما هيش يعني آخر عمل إن شاء الله إن شاء الله يكون العام الجاي إن شاء الله نجيكم في عمل ضخم إن شاء الله إن شاء الله ردوان واش تقولنا بمناسبة العيد أنا الأولى نقول لك فايزة عيدك مبروك يسلمك عقوبة العام الجاي إن شاء الله إن شاء الله إحنا وياك وعيد مبروك للزوجة تاعي أولادي الميمتي نقول عيدك مبروك الماء والشعب الجزائري كاع عيدها مبروك والحمد لله زعما صافي بليزير تسمى هذا راني ما عيدكم مبروك الممثلين معنا نعم. باسكو انا غني انا مغني تاع راي نتلاقى مع ممثلين كيما قال زعما تاع المسلسلات نعم صافي ان غرو بليزير كي نقعد نعم. معاهم نعم انا بروحي نفرح نقول لنا من راي تولد نريا مع ممثلين زعما نعم. صافي ان غرو بليزير نعم. نشكر عمر خونا بونور اللي هو السبب في الصوالح كاع هو اللي دير هذه الجماعه نعم جماعة بيننا جماعة بيناتنا نعم والسلام عليكم شكرا جزيلا نتمنى لك كل سنه وانت بخير ونتمنى الاعمال الناجحه ان شاء الله يا رب ربي يستر فايزه سي شرف واش تقول لنا في هذه المناسبه الطيبه كلمه اخيره كان التمثيل كان في الصوالح يسرى وفي لاسين نعم صرات لي واحد لاكسيدو مع كنا بنصور واحد اللقطه مع تاع الحلقه تاع بالك فيها خيره نصوروا مع العود حاشاك العود ما بغنيش نخلوه يخرج من الكوري بين صوروا معاه كي شي يضربني نطيح يدوني سبيطار اما اللي ضربني بصح لا سنه هذيك لا سنه كملتها رقد كنت كنت زعق ضربني كانت زعقه ولد بصح ضربني العود العود خداع العود ضربني في كراعي ثلاث ايام ولات مشقجه الزوجة شكرا عمر قال لي كمل قال لي خدمه كمل زياره ربحت عليك اي الحمد لله شتا الزوجه اني نحتفظ بثلاثه العيدات سمع عمر تقول تلقى في يقول لك لعب تلعب ما كاينش زعقه والزوجه راني في ثلاثه العيدات عيد العمال وعيد الفطر نعم وعيد الميلاد تاعي عيد الميلاد تاعك كل سنه بخير ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله كل سنه بالصحه والهنا ان شاء الله بارك الله فيك واخيرا نقول لكم عيدكم مبارك ونشكركم على الاستضافة هذه العفو وإن شاء الله مشي الأخيرة إن شاء الله وإن شاء الله يعودها لنا بالصحة ورهنها إن شاء الله وعيدكم مبارك ولا يرحم أبي لا يرحمه ويرحمكم جميع الأموات ورب يطول في عمره إن شاء الله إن شاء الله وتبقى على خير شكرا مشاهدينا الأعزاء من فندق خالد فندوم ومع الفريق التقني وكذلك مع نجوم رح نستضيفهم بقوا معنا ما تغيروش الوجهة راح دايما نرجع لكم ونرجعوا مع ضيوفنا الكرام زينوا نهار اليوم صحة عيدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم شكرا سلامت سي محمود سي محمود سي محمود اجروا لي اجروا سي محمود اجري جيبي العطور راح جيبي ضربوا على البندور سبيطار سلام ضربه برصاصة نورمال دير ربي في خاطرك ونعاودها لك وبلا خيره كيفاش قال عليك قول لي خيره واش ما خيره صاحبي
بارك الله عليك بارك الله عليك. هذا من واجبي ريح عليك. الله يبارك. هاكا هاكا ولما يشقاش المحبة. صباحة اليوم 7 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة كانوا على متن حافلة كوستر. إذن الحادث نجم عن سقوط جسر على الطريق ما أدى إلى عقلة حركة المرور. ويحوجي في خويا 8 ساعات متواصلة. إذن نتابع المزيد في هذه التغطية. ويحوجي حمد رفت عليه إلا بغيت ربي. انت شكون؟ انا عمد خوك. ما عنديش حق، انا ولدي مات، انا ولدي مات، ولدي مات، ويا مات، ولدي مات، ويا مات، ولدي مات. واخا انا ولدي مات، انا ولدي مات، انا ولدي مات، انا ويا مات. قاعد ويرين يتفرجوا فينا خير. نقولوا للدار ما نقولوش، نقولوا للدار انا ولدي مات. انتوا شي الو حماية، عندي اختي هنا راهي مريضة لجدوها، انا في ساعة شهداء. صح هو في الموت وعينه في الحوت. هاد المثل واش راه داير في وقتنا؟ مزينو نهار اليوم صحا عيدكم، مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم. مشاهدينا الاعزاء، دائما من فندق خالد فاندوم ورفقة ضيوفي نجوم كذلك فرحوكم بزاف في هذا رمضان المبارك. الان رانا في عيد الفطر، استضفنا شعبون حميد الحلو. عيدك مبروك. عيدك مبروك كبير مع صحتك. لاباس الحمد لله. عاب دار الدراري كاع بخير. هذيك هي السيده الحمد لله. وانت كيفاش عيطت؟ الحمد لله. لاباس خير الحمد لله. معي كذلك مسؤول البث كمال البراي، اهلا وسهلا وعيدك سعيد، كل سنه وانت بخير.
الله يسلمك زميلتي فايزه، صحه عيدك، صحه عيد كل اللي راهم حاضرين معنا ومشاهدين قناه البهايه خاصه، نقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نعم احنا نحييك دائما، انا الطله تاعك يعني تزيد لنا في الـ في الـ في الجلسه تاعنا. نعتز بها هذه زميلتي فايزه. العفو. كذلك معي الصحفيه انفال جليخ، كل سنه وانت بخير، عيدك مبارك سعيد. شكرا فايزه، صحه عيدك وصحه عيد جميع الامه الاسلاميه اي بور توت ما فامي توت مي كوليغ، صحه عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نعم، ومن من منكم او منا لا يعرف كذلك الدكتور احمد بالغاليه، ناقد سينمائي ومسرحي، اهلا وسهلا وعيدك سعيد دكتور، كل سنه وانت بخير. اهلا اختي فايزه وعيد سعيد ولكم ولكل يعني المشاهدين، وشكرا على الاستضافه. العفو. نتمنى ان شاء الله نقضي وقت ممتع ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا راح نرجعوا مع سلسله مسعود ومسعوده. مسعود ومسعوده اللي كان في دور شعبون، يعني هذه المره الرابعه جو بونس، يعني موسم رابع. موسم الرابع نعم. واش يقول لنا حميدو؟ واش نقول؟ نقول بالك هذاك الشيء اللي قدينا نقدموه، الله يعجل بربي يكون فرح الجزائريين وخاصة الماكيتة البيت وشوابين تاعنا. نعم طبعا احنا نقول ربما كان بعض الانتقادات، معليش راح نقولوا احنا نشوفوا الناس واش قالوا، لازم يعني نوصلوا احنا واش كان في الانتقادات تاعنا. قال لك اول حلقة اللي بدات ابن عمي قال لك بدأنا بالبكاء وبدأنا يعني كيفاش واش يرد يعني مسعود لا هواري هواري ملوك ملوك اي بالمناسبه نقول له عيدك مبروك صديقي، والعمر بعد عمر طويل ان شاء الله. امين يا ربي امين. كان عندها عمل ما قدش باش يكمل معنا السلسله. سلسله نعم. دوك النهار الحلقه الاولى يموت. نعم. جاي غادي نقعدوا نضحكوا ومات كا 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 والصغار يدو مات هذا مات. مات اللي جيتي مات، راه ناقد مسرح على بالك كيفاش غادي نجيتو بلي مات نعم هكا كيما تبدل نقعد نجمع مات مسكين شويه ثاني باغي تضحكني. نعم دائما في من خلال هذه ربما الشخصيه اللي تجسدها انت شعبون، يعني ربما تشوف شويه فيها بعض نوعيه تاع يعني نيه بزاف على حسب ما شفنا. يعني باش خيرنا الاسم تاع شعبون في السلسله في البريمير سيزون، شعبون اسم من الشعب. نعم. شعبون يتشعبن يخلطها فيه النيه وفيها نعم في شوية حيلة، في شوية حيلة من حيلة مشي ماشي بزاف. نعم جاي بهلول تاع دوار. نعم المخلوق على حسابه عايش على حسابه. طيب نرجعوا لمسؤول البت كمال براي، الضغط كثير في شهر رمضان، يعني قلة النوم ولازم تكون بكري، يعني كل سنة كل كما كل سنة، يعني واش تقول لنا كمال؟ الضغط يعني تولفنا معاه زميلتي فايزة، يعني الضغط كل يعني كل موسم تاع رمضان. نعم ولفنا هذاك الضغط صافي. دروك هذا الضغط ما راهش يجينا صعيب صافي. نعم. ولفناه ولفناه. وتكون شويه دبزه مع زملاء وتكون خناقات وتكون لا ما تكونش ماشي بزاف صافي. ولفنا الضغط صافي ولفناه ما يكونش كاين. نعم وانت كمتفرج كمان ربما انت اول اللي يعني يعطوك لو برودوي تاع اي يعني اي منتوج من الانتاجات يعني السلسله تاع لي سيت كوم، وانت ربما تشوف يعني تقدر يعني تقيم يعني العمل ربما يعني كي تجي في التقييم كاين خبراء هما اللي نعم لا على بالي لا كم لكن احنا الخدمه تاعنا شويه صعيبه زميلتي فايزه، لانه احنا اخر واحد يطالع البرودوي قبل ما يبث للمشاهدين. نعم قبل قبل ما يبث للمشاهدين خاص احنا نفيريفو يعني جوده الصوره جوده الصوت. نعم. يعني باش توصل المشاهد توصل لحلقه تكون في المستوى نعم وتعجبه. نعم. وقناة البهاء هذا العام كان عندها تقريبا 17 برنامج طيلة 24 ساعة كان يفوت. نعم. يعني كانت عندها عدة برامج والحمد لله نجحنا زميلتي فايزة هذا العام في احتلال المرتبة الثانية. نعم. العام اللي فات كنا مرتبة الرابعة، قبلها كنا مرتبة الرابعة. هذا العام زدنا طلعنا زوج مراتب. العام الجاي ان شاء الله لما لا المرتبة الأولى ان شاء الله يا رب. من خلال لي سيت كوم اللي كانت تقدم. طبعا الاسبوع الاول كنا بسلسله مسعود مسعوده اللي كلاست المرتبه الرابعه، الاسبوع الثاني مسعود مسعوده ولات المرتبه الثالثه. نعم. وقناه البهي حافظت طيله شهر رمضان حافظت على المرتبه الثانيه وهذا نعم. شرف كبير. الاسبوع الثاني دخلت في التوب 20 دخلت سلسله مسمارشحه. نعم الثاني اللي نوجه تحيه للحاج خربوش ورشيد اللي نقولوا بصحه عليكم. نعم. يعني كانت حاضره بهذه زوج اعمال قناه نعم. البهي الحمد لله الحمد لله يعني مرتبه ثانيه
قلت لك العام الجاي ان شاء الله لما المرتبه الاولى نعم ان شاء الله ان شاء الله. معي كذلك انفال من خلال في خلال شهر رمضان كذلك هناك تغطيات كل ما يحدث يعني ثقافيا في الساحه الثقافيه في وهران اكيد راح تغطيها اكيد يعني وكبت بعض نعم الانشطه ليس كل ولكن نعم. بعض التغطيات الثقافيه في السينما في المسرح لبعض الفنانين الوهرانيين خاصة بعض الكوميديين في دار اليتامى وحتى طفولة المسعفة يعني كان هناك حفلات بسيطة وكبوها يعني لإسعادهم ولرسم البسمة على وجوههم يعني بالفريق اللي مثلا الصحفي كيفاش يكون العمل تاعه في النهار يعني وكذلك في الليل يعني كان تعب كأول مرة لي جيبين ايمي مي سيتي ان بو فاتيغونت مي بون جيم بيان سو ميتي اي je sais très bien que je peux le faire ان شاء الله وكاش حلويات كاين وي مي خليت كل شيء بور ماما نحيوها احنا نقولوا للوالد كذلك كل سنه وانت بخير عيدكم مبارك سعيد كل عائله جليخ الدكتور بالغالية كي نروحوا نمشيوا قرص الى ربع نروحوا للطحطحه عمل يعني مؤخرا يعني كذلك صاحبك خويا بعد مونودراما قرصي للربع مع محمد أهدار الآن يعني راح نقدم مونودراما آخر مع مدير سابق للمسرح الجهوي السعيد بو عبد الله للنص للعربي مفلح المرحوم العربي مفلح رحمه الله الصحفي والمسرحي ورانا في التدريبات على مستوى المسرح طبعا كذلك الطحطاحة هو فيلم وثائقي نعم. كتبت سيناريو تاعه بمعية الدكتور بلبوري نعم بمعية الدكتور بلبوري تم معي السيناريو والإخراج لمحمد حويدة نعم نحيي نقول لهم كل سنة وما بخير ورانا في نعم. مع كناقد سينمائي ومسرحي مع أمينة لوكيل يعني نعم. معي التعليق كناقد عفوا سينمائي وكذلك مسرحي الأعمال التي تبت مش فقط البهية ولكن في القنوات يعني كيفاش راك تشوف يعني في عموميا يعني هو شوف هو لما نشوف هل هناك يعني قفزات هل هناك نوعية هل هناك يعني أعمال تجسد مثلا الواقع تاع المحل يعني الجزائري بكل عادات وتقاليد وبكل لو التجسيد هو التجسيد موجود يعني موجود على مستوى يعني الراهن اللي راه واقع في المجتمع ولكن هناك نقص وهذه حقيقة لازم نصارحوا أنفسنا قبل ما يعني نوجه يعني أصابع الاتهام لهذا أو ذاك لازم نواجه أنفسنا أن هناك نقص يعني نقص كبير وفادح ولكن أنا من النوعية اللي نقول أنه لازم يكون هناك إنتاج علاش لأنه لما نقوله هذا العمل غير يعني مستحب أو العمل آخر غير مستحب العمل الآخر كذلك ما لازمش يكون وش نخدمه لازم يكون هناك عمل ومن بعد نروحوا في عملية إن شاء الله يعني بالمطور نروحوا في عملية الانتقاء نعم إن شاء الله ربما يقول في الكواليس أنه يعني عمر المخرج في سلسلة يعني حكاية من كتاب أنه يرجع لك دايما كأستاذ يعني واش تقول في كمخرج شاب قل ربما في بدايته والله بدون مجامله وبدون مجامله انا نقول مشي غير عمر حتى يعني حميد وحتى يعني هذا الموجه من الشباب وانا شاب في مثلكم باش نتفاهموا نعم يعني هذا الموجه من الشباب لازم تشجيعها لازم تشجيعها اولا ما نتجاهلهاش الى يعني نحطموها ولكن لازم نساعدوه هذا دور ربما حتى ما نقولوش النقاد يعني ما عندناش نقاد كبار نحكوا الحقيقه يعني النقاد تاع دول الاصابع انا استاذ مختص نقول انه لازم نمد لهم يد المساعده على الاقل نحاولوا اننا لانهم الحمد لله عندهم جماهيريه وعندهم يعني قاعده جماهيريه كبيره واش يحتاجوا منا ما يحتاجوش يحتاجوا فقط اننا ربما نقدموا لهم يد العون من حيث يعني الاعمال المقدمه كيفاش يكتفوها كيفاش يكونوا زونكادري الان محققين كما قلت نجاح جماهيري انا ماذا بيني حقوا كذلك الى جانب النجاح الجماهيري حقوا نجاح فني نعم وهذا هو المطلوب وهذا ربما اللي راهم يسعوا له بالعوده الى عمر نقول انه من البدايه ربما يعني هذا وجهه نظري الخاصه
انه لمست فيه بذور مخرج واعد ان شاء الله. نعم. ونتمنى يواصل يعني، كان دائما يرجع لي انه هو، انا نظن المخرج او السيناريست او الممثل اللي يحاول انه دائما يسال، دائما يحاول يصحح من اخطاء. نعم. ما كانش نعم. اللي يعتقد انه راه على الصواب هذا في حد ذاته مخطئ. مخطئ. نعم. لازم دائما الانسان يحاول انه يصحح اخطاء ويصحح. نعم. اخطاء، وبالتالي حتى يوصل نعم يخدم الاشياء الممتازه. وهذا ما لمست. نعم. في عمر، ونتمنى له النجاح الكامل ان شاء الله. نتمنى للجميع. نعم. نتمنى للجميع النجاح كذلك. واش تقولنا حميدو في هذا الجو الاحتفالي بمناسبة عيد الفطر، وحنا في وسط هذه الحلويات، الديكور جميل رائع. وصاني المخرج ديالي ما تاكلش غير شوف باش نتفاهموا، ما نكذبش على الناس ياك. لا علاش لا تقدر تاكل؟ علاش قال لك ما تحط يدك هنا؟ قال لكم بالموت. لا قال ناكلوا، غير انت اللي قال لك ما تاكلش. الله يحفظك. ميرسي والله. انا نشوف سعيد كليكلي كليكلي. نعم. انا نقول للشعب الجزائري كاع عيدكم مبروك، وعيد مبروك للجاليه المقيمه بالخارج، نحيوهم هما اللي راهم بعاد على الاهل تاعهم وعلى الاقارب تاعهم اللي هنا. والحمد لله كي تنوض وتقال روحك بصحتك الدنيا وما فيها. نعم. منتظر انك تقدموا يعني مسعود ومسعوده في الموسم الخامس، او ربما يكون عمل اخر. هذا يعود للمخرج. المخرج هو يخمم اذا كان يعاود هذه كل يعاود حاجه واحده اخرى، ولا انا سي مدي ما زعما احنا درنا اللي قدينا عليه. نعم. عمل ناجح ولا مش ناجح، المهم احنا اللي قدينا عليه رانا درناه. نعم. الحمد لله يعني كاين ناس كاين. حميدو ترتبط بالنص اللي يعطوه لك الا امبروفيزي يعني؟ لا 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 شوف النص اللي تفهمه اش غادي يقول. نعم. سينوبسيس شاشه كاين، تقول لك انت يعطيك ديالوج، وكاين الكوتي تاعك ما عندهاش ما على بالهاش ورق قريب ليها اش غادي تقول له، مين تتبدلها لها فيرسون واحده اخرى ما غاديش تقبلها منك. نعم. باسكو ما بالك ما على بالهاش بالفكره اللي غادي يرحب بها. كنت معاه هواري تاع يعرف وين يدير لامبرون تاع كاين ان امبروفيزي، نعرف بلي الكوتي غادي يمد لي. نعم. ولا هو امبروفيزي انا انقد امبروفيزي. نعم. مي مع واحد يقرا من النص ويتبع النص، هي حقيقه اللي تبع النص. نعم. اش قال لك المخرج يصور ما كتبه السيناريست. نعم. كاينش حاجه اخرى. واعره شويه. نعم. نقولوا شي كلام هكا. نعم. تعرف بعد في التمثيل تعرف بلي ودي هاد الكلمات، انا نبغي الكلمات تاع شوابين. تاع ناس بكري. نعم. نبغي انا كي تكون تفرجني مراه كبيره تفكر الايامات يعني الايام، تقول لك الله يرحمها ويرحم والديه، هذه الكلمه وين وقعها؟ نعم. هذه الكلمه ما ريش تنقال كيف. نعم. هذه ومين جابها؟ وما راك تجيبهم انت قول لي. لا انا نهضر على روحي، انا باسكو انا كبرت في فيلا صغير ولد الدوار ثاني. نعم. ماشي كبرنا في وسط الدواوير والحمد لله يا ربي. تبات مع الكبار باش تدي منهم الكلمات هذوك. باسكو قال لك اللي رحله كبيره رحله كبيره. يجي النهار هذا الكبير ما غاش تلقى حداك. نعم. مي انا كي نضحك شي بانيه قاعده في الدار تضحك الحمد لله، لا بغى ولدها يقول لك هذا يزقي بزاف، بصح كي يشوف الام تاعها تضحك يبغيني على جال امه. امه اللي راهي تضحك. نعم. شتقول لنا دكتور انت يعني في الفكره تاعه؟ لا هو 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 واش نقول لك، هو فقط انه انا قلت من قبل قلت انه هاد المجموعه من الشباب حقه يعني الحمد لله يعني قاعده جماهيريه. نعم. هذا امر هو مسلم. ربما نبحت كثير على الكلمات تاع بكري اللي يقولهم الناس تاع بكري باش نستعملهم ربما. هو راح انا اصلا راه مهبل لي ولادي يعني. هو راه يروح يعني يتكلم بلغه المجتمع. نعم. اللغه اللي يتحدثوا بها المناطق الداخليه كما فوالا. هاد هاد اللغه الان بلك تلاحظي في المجتمع بدات تندثر تمشي. نعم. الكلمات. نعم. هو يحاول يرجعها هذا في حد ذاته مليح، ولكن ما يحتاج كذلك ان شاء الله من بعد نتعلم ان شاء الله. نتعلم زعما هي باش انا نتعلم ومازال نتعلم في اي واحد نخدم معاه نتعلم منه الأكثر. اكيد اكيد. ونتصنتوا بعضنا بعض وانا ما نعرفش. نعم. انا نقولها بكل صراحه مازال نتعلم. نعم مليح. واش تقول في هذه المناسبه عيد اهداءاتك ربما؟ اهداءاتي لولا الشعب الجزائري كما كنت نقول، والمرضى الله يشافيهم يا رب اللي قاعدين في المستشفيات، الامهات اللي قاعدين مع اولادهم
نقول لكم الله يقويكم. يقول لك ناس بكري يمشي للمريض مريض مريض اللي مقابله. نعم. ونقول لهم الله يعطيكم القوه ولا يعطيكم الجهد وربي يوقف ذوك المرضى في اقرب وقت يا ربي ان شاء الله. واللي ما عندهاش دري ربي يرزقها في هذا الوشير وربي يصفي القلوب. امين يا رب. وإهداءاتي للفلاش تاعي قديل. نعم. تحيه لقديلين بقديلين والجزائر تحت الاكمال. شكرا جزيلا. وما ننساش خوالي، خوالي في عين الطلبه وخوالي في وعمومي في طفراوي، نسلم عليهم اجمعين ونقول لكم مبروك. شكرا جزيلا. طبعا شعبون او حميد حلو، حميد الحلو. نرجع للكمال كذلك براي، احنا فقدنا والصحه الاعلاميه فقدت يعني زميل من قناه الشروق، مراسل من قناه الشروق. نعم احنا نعزيو عليه ونعزوا العائله تاعو، كل العائله تاعه والعائله الصحفيه بوهران. نعم. لوفاة الراحل عبد القادر العرايش. نعم. واش تقدر تقول في هذا يعني الجلسه تاعنا تاع العيد وحنا نعرف في هذا الديكور كما قال حنا ما نقدروش ناكلوا برك رانا نشوفوا على حساب وراش يقول. لا حنا ما منعناش المخرج. قال له هو قال له قال ما قالناش حنا قالنا ما نقولوا حنا قالنا كلوا غير هو قال ما تاكلش. باش تقول كمال براي زميلتي فايزه، اولا نشكرك على الدعوه. العفو. اللي راهم حاضرين معنا تاني نعاود نقول لهم صحه عيدكم، صحه عيد كل المشاهدين تاع قناه الباهيه، صح عيد الوالده كريمه اللي نقولها انا بزاف نموت عليك، الاب تاعي، الاخوات مليكه زوج تاعها بتفاح العيد، الابن الصغير الامير الصغير نعم محمد قبل من هنايا وقبل من هنايا امين. عائله حدو، عائله بوجلولي، بوجلولي خديجه تاني نقولها صح عيد وكل عام وانت بخير ان شاء الله، وكل العائله كاع وان شاء الله دائما انت بخير مشاهدين تاع قناه الباهيه. وبلا ما ننسى الاخت جميله اللي نقولها صح عيدك كل عام وهي بخير ان شاء الله، وانت ثاني اخت فايزه صح عيدك كل عام وانت بخير ان شاء الله. نقول لهم باللي كاين جديد ان شاء الله مورا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله كاين يعني عده برامج رانا نوجدوا لها، يعني برامج صيفيه وكلش رانا نوجد مع الاخت انفال شارتو. نعم ان شاء الله. نوجه ثاني تحيه زميلتي فايزه طولت فيها في معليش معليش التهاني لكل عمال قناه الباهيه، يعني كاع يعطيهم الصحه، يعني كل عمل فات في قناه الباهيه وكل العمال قناه الباهيه نقول لهم يعطيكم الصحه، باسكو بالتضافر تاع جهود العمال كاع قناة الباهية احتلت المرتبة الثانية. وانا غادي نشوف العام الجاي ان شاء الله نقول لهم المرتبة الأولى. بالك المرة الجاية نشوف مع المخرج ربما العام الجاي تكون في دور من 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 كان من ديجا شغل... ديجا كان عندي دور دخ... نعم في... نعم اللي قدمت سلسلة مسعودة الحمد لله زعما فت الناس كاع قالوا لي زعما هدي بالك راح يدير يعطيك كاع دور يشوف فينا. حميد قلع عليا قلع لي في التورنا شفتي كي دار لي شفتها في الدراما الله يفرحك. ايوا انا نقول لك صافي كرون بليزير اللي فت اللي نشكروا المخرج المخرج نعم ثاني نشكروا مخرج سالم مجاهد. نعم جلالي بوحجر. نعم الله يسالف بلا ما ننسوا. نعم. يعني كل واحد دار عمل في قناه الباهيه نقول له شكرا يعطيكم الصحه. نعم نقول لكم يعطيكم الصحه كذلك كمال كل سنه وانت بخير ان شاء الله. وان شاء الله الاداره اكيد الاداره هي الصح لانه الاداره والعمال هما اللي كان عندهم دور كبير في هذا في هذا. نعم. ان شاء الله. نعم وان شاء الله كل قسم الاخبار لتقديم الافضل ان شاء الله للمشاهدين تاع قناه السيده من السيده المديره للسكرتير. نعم امينه كذلك امينه بلا ما كذلك وما ننساوش كذلك رئيسه القسم من الاخبار الهواريه خطاري نحييها ونقولها كل سنه وانت بخير وكل مره توعدني باش تجي ولكن ما تحبش تجي تقولي لا المره الجايه بصح المره الجايه اكيد تكوني في البلاطو ما تخميش نجيبوك زميلتي فايزه احنا رانا هنا حاضرين معاك مي كاين الناس مازال راهم يخدموا. نعم اكيد بلا ما ننسوا نوري اسامه عبدو الشيخ اللي معايا ثاني في قسم البتاني اللي نوجه تحيه ونقولها كل سنه وهو بخير ان شاء الله يا ربي. نعم شكرا زميلي انفال واش تقولنا في هذه المناسبه تاعك؟ نقول عيد سعيد لجميع الامه العربيه والاسلاميه عيد سعيد لمي بارون ما غران مير سورتو توت ما فامي اللي كنتي تاني فايزه. شكرا. وجميع عمال قناه الباهيه الطاقم الصحفي الطاقم التقني المدير المديره كل عمال قناه الباهيه. نعم نشوفك ان شاء الله مر العيد في التغطيات اللي حصه مع الاعلامي فؤاد شاشو. نعم وكذلك في حصه بوس كافي كذلك في العوده ان شاء الله اكيد بعد اسبوع ربما بعد العيد ان شاء الله نعاود نرجعوا كذلك العمل مع مع استاذي والدكتور بالغاليه واش قلنا في هذه المناسبه. قبل المناسبه بغيت نرجع للجزئيه الاخيره هو انه نقول لحميدو انه تولد العبقريه من رحم الحارات، يعني العبقريه تلقاها في الدواوير. نعم ولكن هذه العبقريه اللي قالها صقل. نعم صقل الموهبه. نعم لازم دائما تسقل الموهبه الانسان دائما يحاول انه يطلع يحاول انه كذا 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 وهذا ما يجعل لانه كما قلت نعاود نرجع الان راهي كاين لاباط راهي كاينه شاول يليق
نعم. يكون نوع من التحقيق الفني فقط إن شاء الله. وهداءاتك فقط نقدم الهداء إلى عائلتي، عائلة بغاليا، وإلى كل طلبتي بوهران وبسعيدة وبقسنطينة، وكذلك إلى زملائي الأساتذة في كل أقطار الجزائر وكل الأمة الإسلامية والجزائرية. وشكر لك ولمن ورائك المخرج ومن ورائكما قناة الباهية. شكرا جزيلا. هكذا مشاهدي الأعزاء، طبعا هذا البلاتو راح يكون كذلك ضيوف آخرون كذلك، انتظرونا وانتظرونا دائما، ما تزابيوش ما تروحوش بعيد، دائما متواجدين بفندق خالد فوندوم وعلى قناة الباهية تيفي لنستقبل ضيوف. بقوا معنا. مزينو نهار اليوم صح عيدكم، مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم، مسعود ها راهي هنايا في اللايف ما عليك ما او مسعود اش راه يدير هنا ها راهي في اللايف قصحاله هذه ودي باقي لهاش هذه كاع نزلقت هذه بالك باش تبين دارها ولا تبين البغري ولا شنو تبين يا لطيف هذا فيسبوك هاو ده فيسبوك هذه امها رحمه ربي امها داك تشوف بنت ام الخير يا بنت ام الخير واش راهي دايره في داك التيك توك وين ام الخير تاع القنت هنا ام الخير تاع القنت هاو هاي كون ماكش تقولي انا والله ما على بالي بلي عندها بنتي ادخل للتيك توك ودير ام الخير ام الخير بوين انكم واش دير هذه بنت ام الخير شنو يدير في اللايف ترقص ديك الغنيه تاعهم بانك النص وثاني هذه الغنيه التالية على خرجت معيت انا نوصي وما توصي وبويا خرج في لايسيه يا لطيف يا لطيف جغلول اسمح لي مقامك عاني وانت عزيز عليا حليمه مرتك مالها راهي انفلونسر كبير مالها ها خبرني اي تبركش الطعام ها صحا حرام تبركش طعام كوري غير تبركش في الدار تبركش قدام 800 واحد يعني ما عندك خبر واسمح لي اش عبو خويا هاك تعرفني هاو انا طقت عليها هاو رايك واش مبردتني هاو انا طقت الله غالب الله غالب هذه بدريتي انا بدريتك وجيت تهضر لي على مسعوده شد 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 شد, شد. اللي مشي راجل مشي راجل سمعتني حكم في حليمه مرتك قبل ومن بعد نهضر على مسعوده ما مسعوده انا ناكل ونشرب عندها هيا عليه يا طلواصون ميل طلواصون مليون ماي فريند تيك توكر غليزار حوجي انا غليزار يا مسعود كيجيتني دلق كيجيتني دلق وكيجيتني دلق اه سمعي انا راني مصباح بانسي 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 وليق نقولها لك خممت مليح مسعوده سمعي اي حشمي وباقي ما كاش فتنا في اليوتيوب هيا الشارة والمارة هذوما على المباشر هكا يصرا يصرو صوالح بيزار ما عندك والو لاباس يا سيداتي قولوا ما انها انا جاتني حلوة غادي نقول لك ارجع كيك من اللايف ارجع ها دي سلاحكت مية هاي لونا سيداتي أوانسي سادتي غادي الله يعطيك مية دقة الله يعطيك مية دقة شوف ها سيداتي أوانسي غادي عاود ياكل قدامكم وما غادي يصرى له والو ما فيها لا ريسك لا شوفوا مسعود ومسعود يا ربي تحفظ الواتساب يا ربي تحفظ الانستغرام يا ربي تحفظهم كاع ان شاء الله في الساعه غير سناب شات تجيبها لي في الصحه غير سناب شات اللي دغرني ودغر لي شحال من شيره وكيرش لي هما مشي دايرين السناسل واش سناب شات يدير لهم السناسل هما مشي دايرين المناقيش بصح سناب شات داير لهم المناقيش وهذوك ما عندهمش الخانات واش سناب شات داير لهم الخانات ويدير لهم داك الرش تاع الكور اش سناب شات ها اللي رديتهم بوبيات الله يلاقيها لك الله يدمرك في واد الله يجيبها لك في حفره يا سناب شات شنو نقول لك هذه كنت تحمرها من الديره نتاع النار لا شوف يا ربي جيبها لك تنحرق انت في التليفون يا ربي جميع اللي تقدر بالتليفون دير سناب شات ان شاء الله يطرطق لها في وجه هذاك التليفون يا اللي تخدع الرجاله وديري لهم هكذا وتبيني لهم انتي روحك شابه وانت معمره قيح شنو نقول لك اوي 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 الصنيعات الصنيعات تيفيس تيفيس الدولة الكحل الدولة الاحمر الدولة الابيض اوي اللي دير سناب شات
ربي تجيبها لها. انا ندير شنابطات شنقول لك اختي شنقول لك هاني ما فيكش خانه وشنابطات يدير لك خانه هاني ما فيكش لا ما فيكش الشعر في راسك وشنابطات يدير لك شعر هاني ما ديريش منقوش وشنابطات يدير لك منقوش الشنابطات اللي عليكم تخرجوا لسان وتدخلوه روح تيفيش لك حل مزين نهار اليوم سحاعدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم يا الكتب والطبع فيهم غادي تخلع الله يبتلي يا نونو صاصو يتصالحوا ويبدعوا يمسوا يا طايحين كلاس يتحيلوا علوم الليل يتدلل زواخ ومشحاح لعبها ناس مليح يتدلل يا ودي عيش تشوف منهم بحك من الخوف يتدلل ليسك بوكري ولي بيكتيم تقول عايشين فين يتدلل يا طبيحة مشي مليح العقل جميلة يطيح يتدلل ويا حكار بلا دار كل يوم يسوى حاجة ما تولي دي الشيء الله يتدلل وياكي غادي تدير زي قلبنا وكبير الله يتدلل يا ليك تصبر صبر قلبي صبر الله يتدلل كي غادي تدير زي قلبنا وكبير الله يتدلل يا كتب وطبع فيهم غادي تنخيلع الله يتدلل يا طايحين كلاس يتحايلوا على الناس الناس مليح على كيما هكا كل شي فيكم مترو ماركا على كلمة اللي تغنات في الجينيريك الراي تالف اللي بغى يربح يعني يتهلا في الوالدين وهذا مهم جدا يعطيه الصحة صاحب الفكرة. أولا نرحب بالممثل عتو يوسف مرحبا بك أهلا وسهلا كل سنة وانت بخير الله يسلمك وعيدكم مبروك كل عام تبقى بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله قاع نقول لهم عيدكم مبروك كل عام تبقى بخير وتعيد وتعاود إن شاء الله, إن شاء الله. كذلك معي لأول مرة في هذا السيت كوم جيلالي بوحجر في سيت كوم الراي تالف مرحبا بك وكل سنة وانت بخير لكم عيدكم مبروك كل عام تبقى بخير وقناة الباهية إن شاء الله بخير وديما بخير نقول لكم مرحبا بالأمة الإسلامية قاع نتمنى لهم عيد مبارك كل عام هما بخير إن شاء الله إن شاء الله شكرا. كذلك معي الممثل وكاتب السيناريو راي تالف سناري مرحبا بك وكل سنة وانت بخير آمين إن شاء الله نقول لكم صحة رمضانكم وصحة عيدكم إن شاء الله وإن شاء الله قاع الأمة الإسلامية إن شاء الله قاع عيدها مبروك إن شاء الله شكرا. الشاب مهدي في جينيريك راي تالف قل لك كل سنة وانت بخير وعيدك مبروك الله يسلمك تيتاني صحة عيدك كل عام تي بخير قاع الأمة الإسلامية العائلة قاع المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا نقول لكم صحة عيدكم إن شاء الله تكونوا في رمضان بخير وعلى خير وكل عام نتوما بخير واللي مات الله يرحمه والله يسدنا في الحال ان شاء الله. نروحوا لجلالي بوحجر كيف كانت الفكره وكيفاش حبيت تقدم الشيء من سيت كوم لهذا يعني لهذا رمضان على قناه الباهيه تي في؟ ما نكذبش عليك انا خممت العام اللي فات ان شاء الله العام اللي فات كنت باغي ندير سيت كوم فتنا في حصه انا وفؤاد بوعزه الله يذكره بخير ونسوا نقول له عيدك مبروك درنا جيناكم زايرين وهذا العام ديسيديت باش ندير سيت كوم ولم ناس ممثلين كبار امثال عسري امثال زهر ثاني مثل ما ننسوش زواوي بيشا كاع اللي شاركوا معنا وليد صناري ما ننسوش جا الخفاء ثاني اللي عاونونا في التصوير كيما حسين صوفي حسين كلام نعم صوفي عبد الرحمن امين منات كاع وقفوا معنا كاع تعاوننا كنا عائله واحده نعم كنا عائله واحده وخدمنا هذا السيتكم خدمناه من قلبنا تعبنا عليه نعم. وحق علينا رمضان وقعدنا توجور تونناش نعم اجتهدنا الحمد لله وسيتكم تاعنا نال اعجاب المشاهدين ونشكرهم كاع اللي وقفوا معنا وعاونونا نعم شيء جميل.
يعني نتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم رح نحن السيناريو سنة نعرفه كممثل كيفاش يعني احتاجتك الفكرة أنك تكتب السيناريو. بون أنا في الأول عندي زعما عندي تاع الكتابة نكتب مسرحيات وليمونولوج وكاع. هاد الخطرة جاتني فكرة باش نكتب سيت كوم ونكون مشارك فيه. وجاتني فكرة وتعاوننا تاني على السيناريو. وعلاش بديت يعني العنوان الرأي التالف؟ الرأي التالف بون هي في الأولى كان عندها عندها أولاد اليوم ومن بعد كي تشاورنا وبالمشاورة وكاع قال لك نديروا الرأي التالف عجبني صافا مية. لا حتى الأغنية يعني جميلة بزاف راقصة. واحد بغينا نديروا حاجة تاع لومبيونس حاجة نعم. كيفي بوجي اللي تنوضهم نعم. ترقصهم وكاع نعم. شوية باش الحريرة تهود كيما يقول لك شوية. هي الأغنية الأغنية هي لحنتها أنا وكتبتها أنايا وقدمتها المهدي مهدي أعطاها حقها أعطاها حقها والله أعطاها حقها وبمناسبة اللي قلتي لها الرأي التالف الصناري نعم الصناري هذاك الرأي التالف قعدت أنا وياه متشاورين هو يقول لي لا نديروا ولاد اليوم وأنا نقول له لا الرأي التالف باسكو علاش لي كوميديا اللي كانوا يلعبوا ديجا رأيهم تالف نعم من بينهم العسري و... نعم. ويالي في السلسلة في السلسلة كان الرأي التالف نعم. سي بولسا اللي تفاهمنا باش نديروا الرأي التالف نعم. وقعد في الرأي التالف والحمد لله نعم. حق نجاح كبير إن شاء الله. نتكلم مع ربما يوسف عتون ممثل يعني جسد دور خال العروسة يعني هل أنت كيعطاك المخرج هذا الدور حسيت نفسك يعني مرتاح لهذاك الدور ربما كي قريت الدور يعني نورمال عادي فوتة نورمال ما كاينش صعوبه ربما في الصعوبه حاجه نعم. عاديه نعم 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 حاجه مرتاحه نعم. ربما نروح نرجع للبحجر هناك ربما في اعمال قلت لي من بعد العيد ربما كاين نسيتكم سلسله احنا مين حققنا نجاح في الباهيه تكلمت مع المدير العام نحيوه بهذه المناسبه نعم قول عيدك مبروك قولها عيدك مبروك خممنا باش ان شاء الله في العيد عيد الاضحى باش يكون عندنا مسلسل ثاني قادر أنا نوجدوا فيه إن شاء الله فيه فنانين كبار فيه ممثلين كبار اللي غادي يشاركوا معنا إن شاء الله غادي نمدوا لكم بليس إن شاء الله إن شاء الله بس إحنا رانا هذا يتطلب الاجتهاد منكم أنتم اجتهاد إن شاء الله نرجع يعني مغني الجينيريك لما جاك بحجر وقال لك ربما هذه الكلمة تغنيهم كيفاش هي كانت كيما نقول لك إسبري دو جروب كنا شغل نعم. فرقة واحدة لا بغا كنت عاد كي تلاقينا بصح تقول رانا في فرقه واحده صافي رونكو جات ان كومبليسيتي زعما الحمد لله ثاني كانت على حساب النيه خدمنا داك الجينيريك انا الكلمات عجبوني باسكو ميم لا سيري السيت كوم هذه اللي داروه مليح ثاني للمجتمع تاعنا كن مدو ميساج كاينه ميساج هذا في بليزير كيما نقول لك افونتاج وانا شرف لي ثاني كنا نخدم حاجه في ثاني في لا تيليفزيون مع فنانين كبار هذه ثاني شرف لينا شرف لينا باسكو مهما كان الحال بنادم راه يتعلم راه بين خوته وراه حبه حبه كما يقول لك درجه بدرجه نعم وانا ما حبه حبه والاغنيه انا عجبتني ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيناري ربما راح تكون اعمال اخرى مش فقط توقف هنايا اكيد لانك عندك عده كتابات ونحسوا انه نجح هذا السيتكم راح تكون ربما العمل توجور مع جلالي توجور مع جلالي نعم جلالي بروح زعما من خاطر تاع الاولى وكاع بغيت نعاونوا خونا و... نعم فاهمه وكاين دي سيناريو كاين زعما كاين نكتبوا ان شاء الله نوجدوا الحاجه اللي تفرح العائله الجزائريه كاع واللي كاع يتفرجوها مع الام مع الاخت وكاع وكعائله جزائريه تفرجك ان شاء الله شكرا راح نقول يوسف واش تقدم في هذه المناسبه مناسبه عيد الفطر ربما اهداءاتك تمنياتك الحاجه الاولى نطلب الرحمه للوالده الله يرحمها الله يرحمها والزوجة الكريمة والأهل والسابي ونشكر بزاف بزاف الممثلين اللي زعما كان عندنا كما نقولوا حنا كان عندنا دور كما نقولوا حنا مع فنانين مشهورين الله يبارك ونشكرهم من هذا المنبر ونقول لهم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير والإهداءات تكون الأمة الإسلامية جمعاء شكرا لك بحجر واش تقول بالمناسبة بهذه المناسبة عيد الفطر نترحم على الوالدة باسكو الله يرحمها خطرة الأولى اللي صمنا بلا والدة وعيدنا بلا والدة هذا الشيء أثر شوية علينا حنا أكيد
مادام نهار تاع فرحه وكل شيء شنو نقول، نقولوا عيد مبروك كل الامه الاسلاميه، وخاصه الزوجه تاعي اللي وقفت معايا وقفه ما نساهلهاش، انيسه قاسمي امينه، عندها استديو تايم برود، وقفت معايا وقفه نشكرها بزاف، وعائله بوحجر وعائله خاسير وعائله قاسمي بزاف، ونتمنى لهم قاعد مبارك، والاولاد كذلك تنسوهمش اكيد. نعم. سناري واش تقول المناسبه هذه؟ نرحم على الوالدين الله يرحمهم ويسعد عليهم، ونقول للزوجه الكريمه نقول الله يعطيك الصحه، وهي تاني وقفت معايا وكون ماشي هي وقفت معايا ما ناش في هذا الاخر، وتجرجرت كما يقول لك في رمضان، نشكرها بزاف بزاف، ونشكر تاني جلالي، نشكرها اللي تاني هو تاني تعب زعما صح فصح تعب وكاع، ونشكر عبادي على الصغيره لوجين وولاد حومتي كتريه ولاد حومتي تاني، باسكو هما اللي شجعوك باش تولي فنان، نشكرهم بزاف بزاف، نقول لهم قاعدكم مبروك والله يطول عمركم ان شاء الله. شاب مهدي مناسبه، نشكركم على الاستضافه، ونقول كاع الشعب الجزائري وكاع الامه الاسلاميه نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا فوتوا رمضان بخير وعلى خير، ونشكروا ثاني اللي شاركوا معنا في جينيريك هو اللي سلماني ستوديو 31 دحمان مهدي كاع ليكيباج كاع اللي ساندونا كاع اللي كانوا معنا، يقول لك رجال الخفاء هذو هما اللي كيف يقول لك الارتيست يخلوه توجور نعم وفي الواجهه نعم، وهما في كاع الناس، ونتمنى كاع الخير كاع الفنانين والفنانين ان شاء الله كاع اللي يحققوا حاجه اللي في قلبهم ان شاء الله ان شاء الله، وصحه عيدكم والعائله الكريمه وخاصه الام تاعي صحة عيدك. قبل ما نختموا نسينا الاولاد تاعي وسيم اسامه وريان ومحمد فراشه لافامي بالغابه، والوالده نقول لها الله يرحمك الله يرحمها الله يرحمك نعم. الله يرحمك نرحم كل الامهات لواتي الشعب الجزائري، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير وقناه الباهيه بخير ان شاء الله. شكرا، نقول كل الله يرحم امواتنا وربي يعطي الصحه الباقيين كذلك الامهات والاباء، ونقول لكم مشاهدينا الاعزاء رح نلتقي بعد هذا الفاصل، ما تغيروش الوجهه بقوا معنا. زينوا نهار اليوم صحة عيدكم، زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. وين تهنيت؟ قطع في صاحبك. لا اله الا الله. وانا ندير في كونفيونس. ابداو المشاكل دي. وانا نقول عشرة باللي صاحبي وعشرة معاه كل شيء. يا خويا ما. قال لك راه ملحم انت. شنو تقول الحومة انت؟ تقولوا بيع الزيت، انا بيع الزيت انا. شكون اللي قال لك الله يرحمه؟ تقول لهم الزيت راه يجيبها في الكعبة، انا الزيت نجيبها في الكعبة انا. بصح قول لي شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لي؟ ما تهمنيش. بالي بلي نعزك. انا نهضر معاك، وقلت لهم افحم. اللي راه يشله بالزيت ويقول لك بلي طيبوا كل شيء قريب. افحم قلتها، بصح الزيت اسيدي جيبها في صحتي ما قلتهاش. انا جامي هضرت قلت لهم بلي راه يبيع قهوة بالماء تاع الصباب، تعرف انا؟ لا جاؤوني بحبيب. قلت له بغيت حليب تاع فكرو؟ بالضبط؟ لا ما قلتش. صاي. انا القهوه برا انا قهوه شانا. صباح الخير مكاش. صباح الخير. وصباح الخير والربح. ذاك مين سمعت الهضره على الضو؟ كنت عاطيها. حاطي الضو ما عليه، راني باغي نخرج عندي صوره مع صحابي هذا ما كان. والقهوه اللي راهي في الدار ما جاتكش. ما فيها والو خليكم حقين. خويا بسي في القهوه بلاش، كون جبت كون حطيت. بو فين مشي انا جبت هاد الثياب عاود بصح كاع تشوفاو تشوفاو واحد راه مير في كندا هذاك معجمي والاخر راه في بني شاف دار في اليونان وزير خارجيه الهند هادي هي هادي هي كان معاهم الاخر ولد قويده الله يرحمه هادي قويده اللي راه عايش في قدويشه مسكين مات تو سعديه تشوفوا تشوفوا الله يبارك لك شوف شحال كدير فواياج فواياج كتب شانك سبانيا في التقليعة 80 للتقليعة 80 هذيك هذا مكان 80 80 تقليعة هذيك 80 مليون ماكلة 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 ولا قهوة تاع الصباح ماكلة وقهوة تاع الصباح لا تزيد 120 صح 120 مليون 120 تاع بطل تاع ترخيص دعوة ترخيص ماشي ترخيص قلت لك انت الدعوة زعما مين خونا كنت حضر الدعوة يقولوا حكار بصوص صايخ تقبلها. ما تبغوا لي معروف على بالك باللي انا كنت صديق. بارك عليك صاحبي. ايوا بارك عليك تقول لك تشنا. صديق صاحبي. واش باغي؟ كيف
بابا عندك اش ولا تليفون ها راه ما كنتش ما كنتش تصور تصور شي والله ما تليفون شاد خلاتي لا خلينا غادي ندي يونيتي لو غادي واحد يصحابي طلبوا شي بعد انا نشد صافي لا لا اخرج تحالف عليا وغادي نعطيك هيا صاحبي ما كانيش شابة فاتحة ما كانيش شابة بنينة أنا دروك تليفون تاعي حط دروك في تجول جريبي ترى خزي نضمو بحاجة من عندي شبابة كمشكل راك لهنا فيها أنا تليفون تاعي الله يسهل عليك ما كان قهواني أتاني والو تليفون راك تزكي الناس راهم يستغلوا فينا عشان ما عندي حاجة في الناس ولا تليفون باهي اللي بغيت ديرها ديرها ما على باليش بيك أي هلا برك فاضي فاضي كل نواظر نواظر أجمع أنا في قهوة مالهاش فيك هرس الوادر هرس اش منها هيا البقره تاع تاع الروم طب جيبها ها طب جيبها جيبها هذا جاري هذا ايوا نمشي جاري دخل روحك دي مايونيز و ايوا يا بكي تشافنا ما نش عارف انا شنو وادي التقشير اللي ديرها في راسك دوك تشرب دخل في الغاشي تخوف فيه امو ساعه شديك لك حكالي دار لي تليفون قال لي تقدر نعيط من جيرا في دو جور ما جاب ما بان كاع دوك صغير عليك تدي لها تليفون ولو كان يجيك وادر هادي جيب لي تاكل عليه ديرو كان شي خوتوني باطوار هذا او لكم حاجه اقسم لكم منكم جيت الجواريني هاك ليكم طارت شو حبس السؤال صوت هذا تاع هاك ليا ولا ليا في زوج انا ثاني او تبغيش تحشم تاكل العباد منك سيف زوج هاني روح مالك هاني روح مالك ايش كبير عليا ايش كبير عليا بدو يجيب خوتو هادي جيب لك صاير مالك صاير مالك مزين نهار اليوم سحاعدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مشاهدينا الأعزاء هذا البلاطو خصيصا وأنا متواجدة بين نجوم سلسلة مسعود ومسعودة هذه السلسلة يعني التي استطاعت أن تدخل بيوتنا ونحن بانتظارها كل سهرة من سهرات رمضان الكريم طبعا من منا لم يحب أو لم يعشق تلك الشخصيات التي جسدها بإتقان وبإبداع وبتميز كبيرين المخرج نسيم هدي مرحبا بك أهلا وسهلا وكل سنة وانت بخير شكرا لكم على الاستضافة ونقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير شكرا كذلك معي السيدة نقول كذلك هي فنانة لالي بومدين مرحبا بك ميرسي ربي يحفظكم وشكرا على الاستفادة الاستضافة وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وقبل كل عام ان شاء الله شكرا لك سيدتي كذلك على يساري السيدة والممثلة المتألقة كريمة بن زيان اللي معروفة بشخصية مسعودة مرحبا بك وكل عام وانت بخير مرحبا بك فايزة حدادي والله العظيم شوقتينا لجماعة معك ولسهراتك والفناك دائما متألقة ربي يحفظك ونشكرك جزيل الشكر لأنك استطعتي أن تدخلي قلوبنا قبل بيوتنا كذلك معي الذي جسد دور عقبة وحمشة الممثل كذلك الرائع والمتميز والمحبوب أهلا وسهلا بك الله يسلمك نشكركم على هذه الاستضافة على القناة الباهية نقول لكم صحة عيدكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله شكرا جزيلا نحن وياك وكل مشاهدينا الاعزاء داخل وخارج الوطن طبعا نعود نرجع للمخرج لهذه السلسله في طبعتها الرابعه تحدي كبير انا نقول هو تحدي كبير استطاع الشاب نسيم هدي انه يتالق ويستطيع ان تكون مكانه ويستطيع ان هذه السلسله تحصل على المرتبه الثانيه يعني سابقا كانت في المرتبه الخامسه هاد السنة رغم أنه الممثل كذلك القدير ملوك هو ري ملوك اللي ربما غاب نحييه وقالها كل سنة وانت بخير فتيتا المعروف فتيتا هو ري فتيتا يعني وغاب على هاد السلسلة ربما في الأول كانت الناس تعتقد أنه بغياب هو ري فتيتا ربما راح تتراجع عن سابقها ولكن هي بالعكس قدرت أنها تتخطى من المرتبة الخامسة سابقا إلى المرتبة الثانية
كيف كان العمل وكيف كانت الافكار اللي جات جديده بغياب الممثل، نقول العنصر المهم هو فتيته. هو هي في البدايه كاع كان عندنا نورمالمون اموا افون التورناج، تما من عرضت على هوري ملوك الدور تاع مسعود قال لي عندي ارتباطات مع، قال لي غادي نخدم دي بروجي واحد اخرين مع قناه اخرى، تما قول لي سي تان ديفي. في اموا بدلنا موديفينا شويه السيناريو كاع، حيت كان على باز مكتوب على مسعود الاول اللي هو رفتيتا، تما قعدنا نموديفو شويه السيناريو وقلنا هذا ديفي هذا نجمو دروك نسيو مالغري زعما تاع البطوله هو ريملوك مسعود، ومسعود هو ريملوك وكريمه بنزيان. مالغري راح لنا مسعود اسينا بدلنا سيناريو وكرينا دي زيستوار واحد اخرين باش نكملوا الافونسو في مسعود ومسعوده، والحمد لله الحمد لله الناس تقبلت النجاح، قد نجاح وتقبلت السلسله هذا العام ان شاء الله. يعني تكون مزيد من التالق، هل راح يكون ربما تواصل مسعود ومسعوده السنه الجايه ولا يكون راح تغير ربما نسيم؟ بور لو مومون ماشي نقول لك والو باسكو رانا كي شربنا الماء كي نقول لك كملنا العام. ما على باليش، تنجم تكون كاين تنجم ما تكونش كاين. نعم ان شاء الله تكون ان شاء الله. نديروها حتى الكاطوس كما باب الحاره. حتى الكاطوس ان شاء الله لما لا تكون معاهم عقبه. يكون شيباني يكون شيباني يكون عندي خدام في الطابله ولا شيباني. تولي الحاج مسعود والحاجه مسعود. نعم راح نرجع ربما فقط انا في وسط هذا الديكور الجميل الذي ما نقدرش نفوت الفرصه انني نقول انه من قبيل وانا نقول يعني في وسط ديكور جميل فعلا من انامل الفنانه لالي ديكو يعني جسدتي يعني التنسيق اللي ديكور جميل هكذا، التنسيق الالوان طريقه يعني تقديم للضيوف الحلويات هذه الاطباق يعني كيفاش سيده؟ هو حلم، نقدر نقول لك بلي حلم وتحقق لي. نعم. انا كانسانه نحب توسكي هذا الديكور التجميل توسكي حاجه ونقدر نقول لك بلي سي غراس ان جروب فيسبوك لي جولي لي دايوغ نحييهم كاع. نعم. لي هما المو انكوراجي دفع. نعم. فوالا دفعوني وعاونوني وعاونوني بزاف معنويا وزعما لحد نقدر نقول لك بلي ولاو عندي اون فامي كاريم. نعم. باش قدرت نجسد هذا ونحقق هذا ونحقق هذا تبنى لك التالق كذلك والنجاح والاستمرار كذلك. نعاود نرجعوا للفنانه المتالقه كريمه بن زيان اللي جسدت دور مسعوده، يعني وانت ما جاش يعني تعودتي على في كل طبعات يعني الاولى والثانيه والثالثه على هوري فيتا غيروا لك الزوج كيفاش يعني كيفاش تعاملتي يعني لان لا ديجا لي ديبي انا ما نكذبش عليك دوك والفت هواري ما نكذبش على هذه يعني حياتي نقول لك هواري خويا عيد مبارك سعيد. نعم. من اختك مسعوده وتقعد توجور مسعود بوغ موا. نعم. حق كي يقولها لي ديبي مع المخرج حتى قلت له ايه خليني فورماتي مخي، تخيل انا شعلت 3 سنين مع راجل دوك تنلقى روحي متزوجه مع راجل. نعم. قلت لها باغي بشويه قد ما نعرف عقليته بشويه نتوافى. قلت لها نجم نتاقلم نجم نخدم معاه دوك انا ما نعرفش انايا كيف تورناج كي مد لي كي مد له وكاع عاد من بعد بشويه بدينا نعرف باللي عقليته ماشي كيما مسعود الاول. نعم. مسعود الاول كيما نقولوا كان يلعب قارح معمر بيس. نعم. بالك هذه نقولها هي هذا امين ميسو منين حيو نقول عيد مبارك كذلك فنان ومتالق وفنان مسرحي. نعم فنان مسرحي ويعني لعب في عاشور العاشر دقيوس مقيوس قورسو قورسو لعب عنده زعما. نعم. كما يقول لك باجاج. امين ميسو لعب دور رول واحد اخر كاع ماشي رومبلاس مسعود مغاير تماما الاسم تاع مسعود هذا ما كان تسمى مغاير تماما مغاير تماما. نعم ثم ادى الاسم تاع مسعود ما اداش الدور تاع مسعود الاول. نعم. راح نرجعوا لربما الحمشه اللي لعب يعني بائع الكرنتيكا وكل مره يقول لهم اللوز وفعلا ندير لها اللوز ولا راك باش عطينا لي غوسيت باش نطيبوا الكرنتيكا وديروا اللوز وديروا القرقع. هي الا مديتيها كلشي راح. الا مديت كرنتيكا ثم العام الجاي الا داروا مسعود مسعوده ما لعبش. خاطر اي سيت غير قلت نشوفها كيفاش يبريباريها ما بغاش. هذا خازم. تكرك دير هو يبريباريها قول له تبريباريها. نروح الكوزينه. نروح الكوزينه انا وجغلول. واه
نوجدها. وعندنا الحاجه الثانيه نقولها حاجه ماميه نقولها صحايدك وماجد وهي تخلطها لي ثم انا وهي تعرف تخلطها بيديها ونجيبها ونديرها في الكوشه. شوفي بعد كي تجي بنينه شوفي كي يطيحوا عليها من بعد. قول ابري السيكونس ابري السيكونس ديريكت تاكلوها مباشره. انا من الحق الاول ما تامنيش عقلك كي تجي بنينه. وايا تنقول هي هذا كي درت هاد الخطا شو خطا ينوع حنا نشوفو دائما كان مرافق في مع محمد مع الحلو يعني حميدو دائما في يعني انتم كومبليس في الحقيقه. ما تقدرش دير حاجه لازم تقول لا لازم هو يقول لك لازم يعني هذاك التفاهم خلال السلسله في هاد المره تاع السيت كوم تاع الطبعه الرابعه يعني كيفاش كان التعامل مع حميدو الحلو. هي سيزون 3 سيزون 3 كي عيط لي ناسين تلاقيت معاه في حانوت عقش تلاقيت نعم. معاه قال لي عرفتني قلت له لا قال لي انا اللي درت السلسله تاع مسعود مسعود هادو كل شيء ولا كنت زعما كنت مبدل. هي قال لي راك معانا في الطروه ان شاء الله قلت له واه ان شاء الله مي انا من بعدها خفت خفت باسكو عليها مسؤوليه ديجا لا سيزون 2 كديرها سيكسي خفت الا نزيد انا في الطروه رديت مهود يقول لك زادوا عقبه كل شيء نعم. نسيم هضر معايا قال لي ندير فيك ثقه ندير فيك كونفيونس نعرف خدمتك وكل شيء ومن هنا اي اونغاجيت معاه ودي لي انا وحميد الحلو اللي كسمو باسكو تلاقيت حميد الحلو شغل انسان خفيف كيما انايا سما كما نقولوا نعطيه يرجع لي انا نرجع له هو يعطيني سما نعم. كاين نعم. كاين تفاهم كاين كومبليسيتي حتى في نعم انا وياه نعم خلال الدور اللي ادى هو والدور اللي اداه والتعامل يجي سهل وبسيط اكثر من تكون شخصيه ربما معقده اللي امامك باش يجسد الدور يجي صعيبه. ناسم هدي قلنا ما نعرفوش الا كانت تكون ربما سلسله اخرى لرمضان اذا كان عشنا ان شاء الله ربما الطبعه الخامسه وتكون او تكون عمل اخر يفكر فيه ربما ناسي مهدي. ولكن مقارنه وين تشوف مثلا ما عرض في القنوات او في الشاشات من خلال لي سيت كوم يعني كيفاش راك تشوف الاعمال انت كمخرج ربما عندك مغاير مقارنه الممثل لانك انت اللي تعطي الدور على حسب واش تشوف هذاك الممثل واش يقدر يعطيك خلال السلسله يعني كيفاش يعني عين مخرج كيفاش راك تشوف الاعمال التي تعرض كما الاعمال اللي تاع هذا العام. انا بالك ما تفرجش بزاف لي بروغرام خاطر كنا لاهين مام حنا مسعود مسعوده مام في رمضان كنا دي فوا تورناج دي فوا مونتاج مونتاج تكنيك عندنا شويه باسكو لا بريسون كاع بصح كاين زعما دو برودوي اللي شفتهم وكانوا زعما عجبوني انا ثاني كاين تقيس ومقيوس وكاين في 90 تاع محمد خاساني وعبد القادر جريو هادو تاني لي برودوي كانوا زعما الله يبارك تاني كانوا خدمه شابه وكاع بصح الحمد لله حنا تاني كنا معاهم في المنافسه والشعب تاني طيب نسيم هدي لو نسقسي ربما سؤال انك تشوف صفحه التواصل الاجتماعي وتشوف مثلا لي كومونتير التعليقات وين احيانا يحب المورال يعني تشوفهم تلاحظ اكيد تقرا بعد كل ما فيديو يعني السلسله تعرض ومن بعد تدخل الفيسبوك وتشوف يعني كيفاش تلقى هذوك ربما الناس اللي تنتقد انتقاد لادع يعني مش الانتقاد البناء الانتقاد الهدام اللي ربما حتى نفسيتك لداخل تاثر كيفاش يعني تلقى هذا هي الانتقاد كاين انا ملي نشوف الانتقاد كاين ثم نعرف باللي السلسله راهي في طريق صحيح نعم باسكو ما كاينش حاجه ما ينتقدوهاش نعم. وانا جبت غير واحد الاكزومبل قلت لهم انا بار اكزومبل انا كاع الناس تستعمل فيسبوك فيسبوك انا مين يسقسوني على الفيسبوك نقول لهم لا فيسبوك دي موضي وكاع بصح انا نستعمله انا نكريتيك الفيسبوك كيف فاهم نعم بصح الناس قاعده تستعمل فيسبوك تلقى دي فوا هاك الانتقاد بصح يتفرجوا كيف فاهم كاين هذا هو المشكل انك لما انا لما انتقد عمل نشوف ما يعجبنيش نغير يعني عندي لو شوا فعلا لكن انا نتبع ومن بعد ننتقد انتقاد لي قاسي هذا يعني نشوف انا ماشي مانيش نجمع كل يعني الشعب الجزائري او كل متفرج ولا ولكن هذا لو دوبلو فاس في يعني عندي يعني زوج وجوه يعني الان نشكر حماشة ومن بعد او ننتقده ومن بعد نتبعه هذا هو المشكل يتبع عمل انك يعني مقتنع به وتبعه وفرحان به يا ماشي عاجبك خلاص غير القناه يعني عندك قنوات ولكن انك تروح في انك تنتقد العمل اللادع تكسر هذيك يعني تحبط حتى الامكانيات يعني المعنويات سواء للمخرج او للممثلين هذا شيء غير جميل غير مستحب هذه هي وكاينه حاجه بالك انا لي فري كومونتير اللي نشوفهم جينيرالمون نشوفهم في اليوتيوب باسكو تاع الفيسبوك ما يتفرجوش اكثريه كاين اللي ما شاف بالك مسعود مسعوده ويكريتيكي بالك ما تفرجهاش بصح تاع اليوتيوب كنت تشوف فيهم تلقى بالك 90%
كاع بوزيتيف. علاه؟ باسكو تفرجوا الحلقه ويكومونتوا لك تما، زعما يقول لك شابه حلقه ولا بشي شابه، مالغي يقول لك بشي شابه يقول لك تاع البارح شابه على هذه. بصح هذا مش هذا انتقاد بناء، يقول لك تاع البارح سقموا هذه. نعم، بصح كاين انتقاد اللي يبغي يخلي حاجه لداخل، يخلي حاجه جينيرالمون لي فري كومونتير نشوفهم انا في اليوتيوب تاع الفيسبوك كاع ما نشوفهمش، باسكو على بالي بلي اكثريه بالك ما تفرجوش ولا غير هكا يكومونتو غير ما كاينه حاجه روماركيتها وماركيت باللي الفيسبوك كذاب. اكيد كذاب، باسكو على دي فوا بارك تلقي لي كومونتير ماشي ملا عليا ولا على مسعوده ولا على مسعود ولا على هذا غير ملموس يعني عالم ازرق. حنا نقول لك راي عام، واش من راي العام؟ الراي العام هذا اللي يكون يكسر اكثر من انه يبني، ما عندي ما ندير به يعني ما ناخذش عليه يعني هذا هو الحقيقه. تلقي لي كومونتير علينا ماشي ملا على حميد وتوا ولا عليا انا ولا على مسعوده ولا راه رحنا ما عندهاش بزاف. نهار 26 رمضان روحنا الشعب ما طلقناش. نعم اي أيوة وراهم هادو لي كومونتير العيال هذا الشيء غير مفهوم تماما. من هم هؤلاء وراء يعني هذا الفضاء الازرق؟ الفضاء الازرق يعني ويحط يعني وينتقد بوحدة كلمات يعني عبارات غير لائقة. دي فو كونت. نعم ما يجوكش فاس فاس بلي الناس هما يجو دي فو كونت. هو ما تحسيش بالك واحد راه معاك وعنده فو كونت ويقول لك انت ولا كاين. انا واحد الكومونتير قريتها عليا قال لك هذه كل عرس تبدل وتحطت بس وعرس بس يفني نلبسو. نعم حنا كي معروفين في العرس باغيين معروف غير معروف العرس هذا هو الفرح نلبس تحطت الشيء واه بس. وكاينه حاجه ثاني بالك انا جينيرالمون دي فوا خاطر نشوف الفيسبوك شفت واحد لي كومونتير تاع كومونتير يهدمك ديريكت. نعم درت كيما هكا لقيته واحد نعرفه من لقاني برا سلام يضحك معايا وكاع لقيته كومونتي زعما كومونتير ديريكت باش يكاسك ديريكت. نعم تسمى انا ما ضحكت باسكو انا برا من لقاني يسلم عليا وكاع ومن بعد كقادر يكومونتي كومونتير لا با يقول لك هاك يقول لك السلسله ما عجبتنيش بصح نحييكم. نعم وكاينه واحد الحاجه ما خليهاش في خاطري والله. كاين واحدين كانوا باغيين يلعبوا معنا في مسعود مسعوده يفوتوا اللي في غيرو هاكا كان مهبلينا في التليفون انا كنت معاه وكل شيء مالا كيما لعبوش معانا وما فاتوش ولا يديرونا لي كومونتير ماشي ملاح. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. هذا المشكل لان مانيش عارف والله يعجز اللسان يعجز اللسان عن التعبير حقيقه. لو كان نقول مسعوده تخرج من شخصيه مسعوده وتروح يعطوك دور مثلا في الدراما تقدري؟ لعبت في الحلقه الثانيه لعبت دراما. نعم. في مسعوده في سلسله مسعود مسعوده تاع كي مسعوده نغى بنت ودخلت للسجن. نعم. هذيك دراما. نعم. هذيك ماشي ضحك لا خارج يعني خرج كاع يعني لعبت ديجا دراما في دازمان لعبت سلسله تاع دراما خونوا لي خويا معوق وانا مخرج مع ثاني مصري الهواري دراما خونوا لي خويا الوقت تاع كي كانت الخيانه تاع الدراري وكان خونوا لي خويا على بالي كنت في الكرمه نبكي ونجري ونتوغ دنيا من الكرمه نعقل في الليل حسبوا بالصح باللي سي فري خويا نخون. نعم. والله زعما هذه. نعم. نشهد عليها. نعم. الحمد لله. حمشة كذلك دائما مبتسم دائما يجبدنا حاجات مليحه خفاف هكا حتى في الكواليس يضحكنا يعني يعطينا انا نقول كما وانا مش عارفه اللي حمشه كان ربطني العيد العيد السنه اللي فاتت. نعم عيد الاضحى على ما اظن. نعم او عيد لا عيد الفطر. عيد الفطر عيد الفطر. نعم عيد الفطر يعني كان لقاء يعني معك من خلال بلاتو وهذه السنه كذلك يعني خفيف الظل خفيف الروح. نتمنى لك كل نجاح وكل تالق ان شاء الله وان شاء الله نشوفك في اعمال اخرى ان شاء الله. نسيم هدي واش تقول لكل مشاهدي المحبيك المتتبعي اللي ينتقدوا واللي غير اللي ينتقدوا باش نقول لهم كلهم عيدكم مبارك. هذه هي كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير وان شاء الله تعاودوا تفرجونا واللي غلط معنا نسامحينا هذيك باينه هذيك ان شاء الله تعاودوا تفرجونا العام الجاي ان شاء الله في سلسله مسعود مسعوده ولا بشي سلسله مسعود مسعوده خاش ما على بالناش غادي نديروا والمومون رانا كيف فطرنا نحيي لي زامي كاع نقول لهم عيدكم مبارك لي بارون نقول لهم عيدكم مبارك ولا فامي هدي ولا فامي امير. شكرا لالي ديكور يعني والله يعطيك الصحه وبارك الله وفيك شيء جميل انامل اعطات يعني الله يحفظك بارك الله فيك يعني اناملك جميله جدا فيها روح من يعني تقديم وطريقه ابداعيه
ديرو كيفك لوغ صح. واش تقولي لنا السيده؟ واش تقولي لنا السيده؟ شكرا على الاستضافه، كان شرف ليا نحضر معكم اليوم وتكوني في جلسه مع النجوم. مع النجوم ما شاء الله، ما شاء الله عليهم ومتشرفين. ان شاء الله يا ربي سي سخابا هذه لا ديرنيغ فوا، ان شاء الله نعاود نلاقوا في ساعه يكون معنا التواصل معاك ان شاء الله. ونشكر كاع عائله تاعي، الام تاعي اللي توجور محافظتني، الزوجه تاعي، بنياتي، لا فامي تاعي، لا فامي بخاري ولا فامي بونتي. شكرا جزيلا سيدي تاع على زعما قبولك الدعوه وعلى هذه اللمسه الجميله الرائعه. واش نقول لك مسعوده؟ واش تقولي لي يا مسعوده؟ شنو نقول لك؟ انا واحده من الناس نشكر كاع عائله مسعود ومسعوده من فنانيها وكل الطاقم التقني اللي وقف معانا لنجاح هذه السلسله. نشكر امين بن خويا، نشكر شنو نقول لك، نعدهم قليل. نشكر المخرج وانا تاني نسيتهم ليكيب تكنيك، نشكرهم ليكيب تكنيك. تعرف باللي نقول لهم عيدكم مبارك، خاطر معنا كاع ومام ليكيب ارتستيك وكاع، مهم نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وان شاء الله نقوم بالعام الجاي ان شاء الله. حتى لي سبونسور اللي وقفوا معنا باش دعمونا في هذه السلسله، باسكو ما كانش تاني سبونسور تاني باش نوقفوا على الكابينه. بعد تذكرهم من تايا لي سبونسور، الحمد لله يا ربي. زعما كنا قاطعونا كيما نقولوا يد العون باش هذه السلسله نزيدوا نروحوا بعيد بعيد بها. ونشكر زملائي في المجلس الشعبي الولائي اللي قصرني رئيس لجنه الثقافه والتراث، لجنه مستجده في المجلس الشعبي الولائي. ونحيي ثاني رئيس المجلس الشعبي سي شلبي محمد، الحق نقول له عيدك مبروك، وكل اطارات الولايه وكل عمالها، الى مدير العام لقناه الباهيه ما ننساش سي جباريون، ما نمشي نذكره حق عزيز علينا اللي خص خلى قناه الباهيه تنور في الجهه الغربيه، اللي خص كي نجيو حنا نشوفوا كاين اذاعه جهويه ولكن هذه الاذاعه الباهيه عطات روح للفنانين تاع الغرب وسيرتو فنانين وهران. حتى كي نشوف فنانين جو من بلعباس، جو من المستغاليم، جو من كلمسان، صافي دير هذه الاذاعه راهي تخدم في الفنانين يعني تاع الغرب. كل القناه لمت الفنانين في الغرب الجزائري. هذا السي جباري ومديره القناه مريم اللي نحييهم ونشكرهم، لقس هذا الروح، هذا الامل اللي عاودتو حييتوه في هذا الفنانين تاع ولايه وهران. نعم. والجهه الغربيه، انا اشكركم باعماق قلبي، والله العظيم انا مادام كاين القناه الباهيه انا من باش نجيني عمل شق في اي ولايه والله نخمم 100 و200 تخمم نقول انا ماذا بيا غير هنايا. نعم. معليش المهم نرفد هذه الجهه تاع الغرب. كنت في ام بي سي 2 ما تروحش ما نروحش ما ام بي سي 2 هذا خلاط هذا انا الشيطان عقبه خويا خلينا. ونشكر المستودع نشكر مخرج هذه الحصه عمر بونور اللي تحملنا وكم يعينا، راك عارفه الوحده حنا المراه باش تجي وتحضر باش كل تقنيين مصورين يعني حسين كل الطاقم تاعنا صوفي عبد الرحمن كل عبدو يعني كاجمع نقول هذه البلوزه الوهرانيه اللي اليوم اللي لبستها عيطت لشعل من كيما نقولوا النقافات، قلت لهم اللي ما عندهاش بلوزه قد مسعوده ما نلبسلهاش. راني باغيه نلبس البلوزه الوهرانيه لاحياء التراث تاع البلوزه الوهرانيه، لقس لان هذه هي ماركه جزائريه وهرانيه بامتياز. هذه البلوزه اللي اختي راكي لابستها، اختي انا فرحت من رانا لابسين كاع البلوزات. نعم اكيد. ونحن العيد صادف كذلك شهر التراث من بدايه من 18 افريل الى غايه 18 ماي، نحن نعيش على وقع شهر التراث، ومهم جدا ان نحافظ على كل التراث. ما يتعلق نعم بتراثنا المادي ولا مادي. حقا نحيي اختي لالا نسمه النقافه اللي هي اللي قالت لي مسعوده عندي بغيتي نخيطها لك في نهار رواحي. نعم. وتوقي بلوزتك وتلبسيها، الحمد لله يا ربي. شنو نقول؟ والله العظيم نقول كاع لي فان تاع مسعوده وكاع اللي تبغوني، كاع الشعب الجزائري، كاع الجاليه في الخارج، كاع الامه الجزائريه، نقول لكم عيدكم مبارك. عائلتي
بن زيان وبن عامر اللي ما ننساوهمش. اكيد شغل طولت شويه ستاند اب على الروح وضربوا وقعدي عطيها الميكرو كملي وحده اكيد خرجي في الحياه. قلت لهم هذا ماشي اداء خرجي في ريزيدونس. قلت لهم لا خويا انا ما حطيتش عقبه خويا شي تطعمي تقول لك علاش لا لا انت راكي تهضري وانا اللي غير خمم شنو تنقول راح ولي كاع طولتي انا تفكرت كاع الحباب تفكرت كاع الحباب تفكرت القناه تفكرت ولاد وهران تفكرت الفنانين تفضل حماشه وانا تانيني لابس العبايه الوهرانيه دو حاضريكم غير هذه ما لقيتهاش الليله كي دايره والله العظيم شوفي ياك خطرات حنا في التورناج نضحكوا نعاودوا شويه خطرات المخرج باغي نقول لك غير المخرج والله العظيم في الايام الاولى تاع التورناج انا بهدلني هادي من الكواليس تاع نعم اكيد اي عمل يكون مضغوط يكون ما خسرناش على كواليس نعم. تاع التورناج اللي فريمون كيفوتنا مسعود ومسعوده الكات لقيت المخرج فريمون كان لا بريسيون اللي كانت عنده اش يقول لي ايام الوالا يقول لي مسعوده هاني وكلك يدابزني علاه يقول لي انت هي الحلقه تاعك الوالا يا بي طلعينا يا بي تعودينا علاه ضربه تاع الحبس ضربه تاع تريسينتي هكذا مسعود الحبس عاودي منا عاودي خرجي واللي عجبتني عجبتني اي عمل فيه الولا مبنيين عليها نعم راجلها مات يشوفوا اللعب عندها اكثر نعم كيفاه الناس يعزوها واللي عجبتني جات الناس يعزوها وجات مرتها الاولى زادت الزوجه وزادت المصريه تسمى اللعب غير عندها باسكو والاهداء حماشه باسكو دقيقه الحلقه الاولى هما الصعاب صعب اكيد هما اللي طلعوا العمل هادو نحكوهم في العام الجاي ان شاء الله صحيح شوفي ياك حنا ما يديروا يوتيوب العام الجاي حقيقه والله هذه قناه الباهيه والله العظيم انا وحده من الناس تحياتي ليك سي جبالي ومريم لهذه القناه راهي فاتحه لنا الابواب في ولايه شكرا جزيلا مسعوده الان مع حماشه انا نجبد ورقه راهي عندي ورقه مكاتبين لي اش تقول الحاجه الاولى نقول الوالده تاعي نقولها عيدك مبروك كل عام انت بخير لا فامي حماشه حماموش مصباح لا فامي جزار لا فامي باركات وكاع خوتي وفاميليا ونقول ثاني صاحبي هذا خويا والله هذا صاحبي وحبيبي الروح في الروح امين عاقب ونقول له عيدك مبارك ونموت عليك من قلبي وكاع الجزائريين ونحبكم رضا ولدي فايزه رضا رضا اكيد رضا القبلة قرت عيني رضا ولدي لي فريمون راني ندمان اللي ما جبتهش ربي يطول في عمره ربي يطول في عمره رضا وكل ابنائنا اكيد طبعا من خير طول ولا اخواتي في اسبانيا والوالدين اللي راهم مرضى ربي يشفي كل جميع مرضانا طبعا من خلالك انت ومن خلال كل مشاهدينا الاعزاء ما ننساش ان نشكر كذلك السيد رحيم النقافات على الطله الاولى طيب شكرا مشاهدينا الاعزاء هكذا نقول لكم ما زلنا نتواصل مع ضيوف اخرين راح يلتحقوا بنا وما تبقى ما تبدلوش الوجهه بقوا معنا دائما من فندق خالد فوندوم راح نتابعوا هذا اللقاء الجميل والرائع بمناسبه عيد الفطر المبارك بينوا نهار اليوم صحى عيدكم مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم فرح ولادي نودي ولادي ديريش قهوة يا أختي ماني مشتاقة قهوة والله لا تصاب غير ضربك خيتي عليها هذا الحلف ها وقع علاك غير تحلفي لي أختي عليه على هذا الزمزم وي قهوة نورمال كحلة ها مالكي دير كذا هبلتو كاع كان غياب ولا متهضرش عليه عادي نروح ان شاء الله بالبان نبيع كلوة نبيع كلوة نقلعها هي هاك خلصني ولا يربح داعي قال لي نعطيك منيار 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 وكاين يبيعوا اسبوع ثاني ودني كيما ودك ما تقاش تقلعها وخليهم جوج هكا يجي لك اسوخت والله يا مسعود اختي يا مسعود انا نشري كل شيء في المارشي نوار كل شيء تبيع كل شيء تبيع كل شيء تبيع داك انا والله لك خاصنا بن عود اخويا خاصنا مصران جبنا زمات والله هذا ما دلني خلص ولو حجيك على ميته مش عارف قاع الحياه الاقتصاد حبس
كلشي كلشي. كون السويس كيما راني نقطع السطا ونحطه والله لا يقعد لي قلابيس قلابيس. عاود عاود اكسيون. هذي قلابيس هذي فاقابيس يابا. هيا روح هيا هيا. اكسيون. والله يا هيا روح صاي استغفر الله هيا هيا روح اكسيون. والله يا طيب والله اسمح لي الناس محنبوك اسمح لي صايب غير هو لا يضحك غير هو ها والله ما نضحك ها ندور صح صح اكسيون. والله يا عقبه خويا يا لا شوف يا لا اللي مثلا انا خلص السفنج كيما نخرجها نحطه قلابيس قلابيس نعاود نربح شويه قلابيس قلابيس. انا والله ما نضحك براس بويا ما نضحك هيكل راني غسلت لكم واعي وحكيت لك الحيطان كاش حاجه واحده اخرى نديرها باقي الحوش روح صلحه. صلح الحوش وكرط القنوته مليح مليح هاك اقعد طبانسي 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 نكرط الحوش ياك نطانسيه وزيد زيد حك 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 سياش اونغلي. مزينو نهار اليوم صح عيدكم مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم يتواصل لقائي بكم مشاهدينا الأعزاء ضمن هذا اليوم الرائع والجميل ألا هو عيد الفطر المبارك مناسبة طيبة وغالية وعزيزة بعد صيام شهر كامل من رمضان الفضيل. نستضيف نجوم آخرين من طبعا السلسلة التي قدمت في شهر رمضان الكريم ألا وهي الفوضاوي اللي تبعناها وجميلة جدا ورائعة للمخرج طبعا مجاهد سليم واللي كان ممثل دور بغداد واللي الممثلة المتألقة سيدة نادية فاليري اللي مثلت كذلك دور مريم وكذلك معي الممثلة ليلى بن عامر. مرحبا بك كل سنة وانت بخير. الله يسلمك انت تاني كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية كاع بخير ونقول كاع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية عيدكم مبارك. شكرا سيدة فاليري الممثلة تاعنا الرائعة صاحبة القلب الكبير يزيع كل الناس. هذه من ذوقك إن شاء الله يا ربي يخليك ويسلمك فايزة وانتي تانيك راكي منورة البلاطو ربي يحفظك نور أيامك كيب تكنيك تانيك لرهيبة فمعنا ونقول لكل الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن والأمة المسلمة صحة عيدكم تعيدوا وتعودوا إن شاء الله. شكرا كذلك معي الممثلة إكرام هالليلي كل عام وانت بخير. الله يسلمك فايزة صحة عيدك وصحة عيد كاع المتتبعين قناة الباهية وكاع الجزائريين إن شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا. شكرا أنت كذلك وكذلك من يعرف هذا الوجه الرائع والجميل واللي موالفين نشوفوه في كل السلسلة الرمضانية المتألقة مقديف محمد عرجونة المعروف عرجونة. عيد اختي وعيدك مبروك وعيد كاع الامه العربيه والامه المسلمه عيد مبارك كل عام وما بخير ان شاء الله وكل عام تكون بخير ان شاء الله وبالصحه وان شاء الله والعافيه. طبعا نروح لنادية فاليري انها يعني الدور الاساسي في سلسله الفوضاوي اللي لعبت جسد دور مريم الى جانب طبعا المخرج طبعا سليم مجاهد اللي تالق كذلك من خلال هذه السلسله للفوضاوي يعالج فيها موضوع السكان المعاناه على يعني سكان الفوضاوي. كيفاش يعني تم الاتصال بك فاليري سيده فاليري؟ انا مداري نخدم مع سليم خدمت معاه ديجا العام اللي فات في تلمسان خدمنا تاني سلسله تاع الجوالين الكرايه وهاد الخضره عيط لي قال لي نادي يعني مسحقك تولي معايا روحنا لميلا ما تنسيش هذاك نعم ماشي نعم في ميلا ونشكر تانيك نبلغ لهم سلامي من هذا المنبر ناس ميلا نعم. ونقول لهم صحة عيدكم وربي يخليكم على الضيافة وال نعم. حسن الاستقبال والله العظيم لناس زعماك نعم. في المستوى والناس نعم. ملاح سيغتو للديار اللي تولينا فيهم وسليم خويا زعماك نعم. من حبيتي مريم
ناديه بزاف حبيتيها بزاف، هربت شويه من الدراما هربت من كيفاش كانت رده الفعل يعني تاع الجمهور المشاهدين المحبين تاع فاليري معروفه؟ شوفي عجبهم سورتو البنت. نعم حبيت نتكلم عليها من بعد نرجع لها لانها كانت كيفاش قدرتي يعني تقمصي هذاك الدور وين يعني يعني تكلمي كانت صعوبه النطق تاعك. نعم كيفاش قدرتي يعني هو زعما الفكره الاساسيه هي جات من عند سليم. نعم. والشخصيه ابتكرها سليم، وانا بحكم اني كان عندي خبره في المسرح تما عندي القدرة باش ندخل من شخصية لشخصية شخصية. نعم هو أعطاني الفكرة العامة والحمد لله. نعم جزتيها أروع يعني فرجناها يعني ما شاء الله ما شاء الله. نعم يعطيك الصحة، أتمنى لك التألق كذلك. نروح لإكرام إكرام يعني الشخصية اللي جزتيها في الفوضوي بنت جامعية. نعم تبغي المشاكل وانت تتهمك شغل تاني كانت ليلة شوية قبيحة شغل تعاود لمها الخوار. نعم. طاطا نادية فاليري عطاتني صوتة تاع بصح تاع بصح جات علامة ديك الصوتة كاع هضروا عليها في فيسبوك دي كومونتير شابين. نعم كنا زعما ماشي أول مرة ولا تاني مرة نخدم مع سينما. نعم. بالك راني في سنين بالك راني في 8 سنين ولا. نعم. شغل راني موالفة طريقة الإخراج تاعها شغل كي هذا كلمة صاي قبل ما يهدرها صاي نفهموها. نعم نعم زعما تجسد ذاك الدور. نعم. وكنت قبيحة شوية. نعم ندير مشاكل بزاف ندير المشاكل يا زعما كنا شغل هما تاني باش يدوا زعما كنا شغل جامعية. نعم. قاعدة فلان سير قاعدة تما كينا. نعم. في الفوضوي الحوسية تاني تدي سكنة. نعم وكاين عائلات واحدة أخرين شغل. نعم. تبان لي الحق العائلة عائلة. نعم هذيك هي شغل درنا ديك العبسة. نعم يعني قدمتوا شيء يعني معاش يعني حقيقة معاشة مكديف. واه نعم عرجونا راه صاري عرجونا. نعم لعبت هذا خضر طلع هذا الرول دابا تاع واحد بهلول. نعم باهي امه ثاني العمريه. نعم ربي الاولى هو ما قابض والو على بالك كاع شاكين شاكين المهم زاد موزاي. حبيت مقتي في الدور تاع اللي عطاه لك. لا حاجه شابه لا حاجه شباب خاطش كي كل واحد كل خطا تبدل. نعم كل خطا تبدل شخصيه شخصيه من شخصيه. وحنا كنا في جماعه تما كي كانوا معنا تما احبابنا الحمد لله كنا عائله. نعم ونشكر ثاني ناس ميلا. نعم تما كنا في وهران نو صحيح. نعم. ما كناش في ميلا ما كناش. نعم. سكان ميلا معروفين يعني ناس هادين ناس هادين وناس طيبين بزاف. طيبين. نعم كاش حلويات ناديه غير هي درتو واش هي الحلويات اللي درتوها؟ درنا التشارك المقرود السلطان المايده. نعم درنا شوية تاني درتو طورنو ولا ما درتوش غريبية؟ سي ساكري غريبية هذيك سي ساكري ما نسوش تقاليد بلادنا وتقاليد زمان. وليلة أنا خاطيني خاطيني درت هذا العام شغل أنا نقول لك حاجة هذا العام شغل غبنت هذا العام شغل هذا بديت ندخل الكوزينة عوام فاتوا ما كنت ندير والو بصح هذا العام كلشي فات عليا صعيبة بزاف كوزينة فايزة صعيبة هيك درنا بعض الحلويات بصح حنا روحنا في العصرانة شوية. نعم نعم يوتيوب ومنا ومنا توجو نبينو شطارتنا. نعم طب فايزة قطعت لك الحسن فمك هذه جات عاونتني الجاطو قلت لها بنتي غير قاعده ديري والو غير في الفوضى ويفوتي لا روحي تعلمي وديري. نعم. دارت شويه معايا طبعا حتى البسار عن فاليري يعني عندها يعني حتى الالبسه يعني تلبس يعني في معروفه اني كيف تاع الزين. نعم تلبسي يعني انا بالحله تاعها والمكياج والشعر من عند بنتها كامي. نعم. نشكرها من هذا المنبر. نعم قالت لي بصح بابا ناديه شغل هي ود ماكيتي لها وانا لا اختي انت ما جيتيش في الوقت. انا حبيت فقط من خلالكم انتم كذلك نشكر رحيم النقافات على الطله الاولى باللباس الوهراني اللون الاخضر وهذا اللباس يعني كذلك اللي دار ايقونه وهران للحلاقه و التجميل والأزياء كذلك نشكرهم جزيل الشكر السيدة فريدة كذلك بن علال لنحييها كذلك ونشكرك جزيل الشكر اللي رافقتني يعني في كل مرة في كل سهرة في كل يعني في كل مناسبة يعني الخبيرة التجميل وكذلك مصففات الشعر السيدة بن طاطا رشيدة صالون لافيرج بمسرقين يعني مسرقين والله تجي مسكينة تتنقل وتجي يعني يعطيها الصحة بارك الله فيها. نعم ربي يخليهم. نعم. وشكون الكلمه ديالها في هذه
انا نحيي الام تاعي. نعم. هي اللي زعما كنا عطيتني قوه كبيره واقفه معك واقفه معايا بزاف. نعم. ونقولها ربي يشافيك وربي يخليها لي ان شاء الله. عيدها مبروك من هذا المنبر. نعم. ونشكر ثاني ما كوبين كامي. نعم. تجو نلقاها في الوقت الضيق والحمد لله. ماما كبر يا بنتي. نعم ومريم هذه غيظه نسيتك. نشكر بزاف بزاف طاطا ناديه. الحمد لله زعما كينا هي ام لينا في الشاشه وخارج الشاشه. تعيط لنا تقسي علينا عندك مشكل نتوجه لها عندنا. يعني السيدة نادية فالير معروفة قلب قلت لها قلب الساع قلب طيب وكبير يسع الجميع. كلمة واش تقولي في هذه المناسبة؟ أنا تاني كشوفي كنت تشكري في النقافين. نعم. أنا تاني كنشكر الانستيتيو بوتي غومبيطا لريام فرح ونقولها صحة إيدك وإن شاء الله وليداتك يتربوا في عزك وربي يخلي لك ميمتك وان شاء الله نقول لولادي حفادي فاميلتي كاع اللي يبغوني داخل الوطن وخارج الوطن. نعم. ونقول لهم صحة عيدكم تعيدوا وتعاودوا وان شاء الله عقوبة العام الجاي وكل الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا احسن يا رب. تفضلي. الكلمة اللي نوجهها فيزا اختي، الحاجة الأولى نقول لك شكرا على الاستقبال وعلى هذا الديكور وهذه اللمة. الحاجة الثانية نوجه تحية للنقافة تاعي اللي لبستني اللي نلبس من عندها بالأخص نقافة يوسي عندها مقر في بلعباس وفي هنا في وهران وبالأخص لصديقتي وأختي وحبيبتي وهي اللي توجور تعطيني دبرة أختي فاطمة زايدي اللي دارت لي الميكاب. ونوجه تحية للعائلة الكريمة تاعي عائلة حلايلي الأب تاعي باسكو الأب تاعي ثاني كان في الدومين نوجه لها تحية ونقول لها صحة عيدك الأم تاعي والكتكوت الصغير محمد وربي يحفظك على الاستضافه. شكرا وكذلك نشكرك على جيتك الدعوه ونتمنى لك عام سعيد وكل سنه يعني انت بخير يا ربي ونزيد من التالق لكم جميعا. يا رب ان شاء الله. محمد مقطيف داو كلش داو كلش بعدك ما تقول. انا ما كانت وقيلي. انا نشكر كاع الجزائريين. نعم. وين ما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن قال لي كون معايا وقال لي زعما يعاونوني وقال لي زعما المر تاعي لانك نعم فت واحد المره. نعم نعم علاش قلت لك ربي يشفيك. قال لي زارتي وحبابي وكاع وعلى راسهم كاكي صاحبي كاكي ربي يحفظه ثاني وثاني بنت اختي قالت لي قول لي حبو قول ديري ديديكاس وين وين ديري ديديكاس دير لها ديديكاس معليش مالي دير لها الاهداء. احلى بنت اختي ربي يحفظها وكاع العائله وكاع الفاميليا وكان الام العربيه. شكرا جزيلا. لك حاجه اضافه ما ننسوش الطاقم كاع اللي خدم معنا. نعم. الطاقم التقني الطاقم التقني جنود الخفاء الممثلين اللي كانوا حاضرين معنا عبد القادر العمريه ما ننسوش. نعم. البهجه والسرور لعده بويو جزائريه وعندها جمهور تاع اللي يبغيه. نعم. الاخ ابراهيم ولد عم الواغش ياسين كاع اللي خدموا معنا ميم الممثلين اللي كانوا مبتدئين. نعم. عماد هذيك شيران الكاميرامان اسماء امينه نوجه لهم كاع تحيه من هذا المنبر. نعم زعما شغل تحية لهم تحية وتشجيع لهم ان شاء الله عيدهم ان شاء الله يكونوا بصحة ولهنا يا رب. شكرا جزيلا اللي ذكرتيهم. ما ننسوش ثاني قناة الباهية يا رب تلمنا هاد الملمة. نعم. ونبلغوا نبلغ سلامي الحار لخونا جباري. نعم. نتمنى له ان شاء الله المزيد وربي يفرح مدام مريم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ونتلاقوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عمر طوال. شكرا لكم على تلبيتكم الدعوه. شكرا على الاعمال التي قدمتوها قدمتموها للجمهور الباهيه واوفياء الباهيه وكذلك لمتتبعي قناه الباهيه خلال شهر رمضان او خارج شهر رمضان. نتمنى لكم مزيد من التالق مزيد من النجاحات مزيد من العطاءات كذلك في المجال الافلام والمسلسلات او لسيتكم يعني لسيتكم حتى في المسلسلات لمالا ان شاء الله يا رب. نتمنى كذلك الشفاء والعوده الميمونه ليك. نعم. والشفاء العاجل لكل مرضانا. نقول لكم مشاهدينا الاعزاء ما تروحوش بعيد وبقاو تجور معنا لاننا راح نقدم كذلك نجوم واحد اخرين قدموا كذلك ورافقوكم طولة شهر رمضان. بقاو معنا وبقاو اوفياء لقناه الباهيه ولهذه اللمه الجميله بمناسبه عيد الفطر المبارك. مزينوا نهار اليوم صحة عيدكم مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم والله ما تشوف البورطاب حتى نجبد لك سويسك لك لا دارك عاده مسوسه. انا حلفت لك وراني هدرت وجبت لك جهنبي
قلت لك بلي انا ما عرفتك الميساج من جا. ميساج ما عرفتش مين جا. ما جا هكا. لا لا اللي كي تتسدد وكي تتسدد. شوف خسرت السوفينير تاع جداتي راح. ما تقوليليش راكي حل فيسبوك. واه حل فيسبوك. واه هنا شوشه حشوشه درت الاسم. شوشه حشوشه. شفت صورتك؟ ها؟ ها؟ سيدي على وجهك؟ لا ندرقه لا ندرقه على نسيت بون وي بيبي. بصح هذيك تاع بون وي بيبي مصوره غير صفارها. انت دوكا كي مرت راجل ودايره تصويرتك هاكا كومبلي. واه كومبلي على اللي فات ويا ماته ما يطمع فيا مات الناس علاه انايا راني كبيره. سمعتي يا تحل الفيسبوك وانا الفيسبوك تاعي قبضت لي بورتابلي. واه شوف دوك نعطيك بورتابل تاعك قارع حتى نزيفط لهم كاع نزيفط لهم ونعرف كاع شكون يا روح نقول لك راك مزبلها راك راح نقول لك راه عندك 6 تاع لي زامي تاع رجاله و12 المراه. المراه هذه 12 المراه والله لا يدخلوا وحدهم. والله لا وحدهم يدخلوا وحدهم. والله لا وحدهم غير وحدهم. والله لا نكون مريحه كان الحل بورطاب يبانوا لي كمامير يبانوا انا نبدا فيها. كان يجي تكتب وكان يجي تعرف تكتب وحده انا نعرف غير تاع بوس ازرق برك ما تلعب فيها بركه وحده جونجور جونجور هذه جونجور مين جبتها بونجور جونجور شتي هادي واه شتها جونجور جونجور تفرك راك كاشف روحك كاشي اللي يدالي جانب يا بارطاجي وزي بارطاجي تاكو موتر هي حوجي يا فوطو دلتي هادي عالم يا كاشي اللي يدالي جانب. بحلم بيك انا بحلم بيك ترير عشوائي بستنيك ترير. بحلم بيك انا بحلم بيك ترير عشوائي بمستنيك ترير. ان سألت اشتايا ترير اكفايا عليا ترير عشتيا ليا ليه وانا بحلم بك ترير ترير ترير. بحلم بك انا بحلم بك ترير اشواقي بستنيك ترير. حلم بك انا بحلم بك ترير اشواقي ان سألتش فايا ترير يبقى كفايا عليا ترير. اه جاري حبتك عندك واحد لافوا. قولي والله لافوا دور الله يرحمك. على بالك لو كان شاركت في برنامج هذاك عرب جود تالنت. واه واش هذاك اللي يضرب الباز الاحمر. واه يهرسه ويخليك غير تغني. الله يبارك. علاه غبت عمرك خرجت صبابطي عليه. اه خبز عليه يلا غالب معليش. كنت تولي مطرب مشهور. يا تني الحق الحق نروحوا نقولوا الغنى حرام. حرام. شو ولد عبد الحليم تاع بحلم بيك زعما شويه زعما بحلم بيك. زاري. شغل كنت راقد نحلم بيك. زاري. واه. هذه لافوا هذه انا عسيت عبك ما تشكل علينا. عجبتك. هذه لافوا هذه المهم تخاف بها الباز ما تزيدش تعاود تغني. ياه. اه. بطل. روح غنى حرام. كالصباب يتجدد ولا والو يا اختي غي هما اللي كبرت تشوفي بهم اكرام راكي تعرفي وين راه جديد. اه لا ها كل شيء راه مبلع ورا صباط اللي قلت له غادي يدخل بابور تاع البالا جيب لك صباط غير هضره غير فستي. وين يدخلوا البابور وين راهي مخلطه في الروس مع شيشان واوكرانيا. قال لك الرئيس تاعهم هذاك فيه الدرسه قال له ضربتني غدره قال له خليتني عمى جوجل على الدرسه راهي مخلطه الحيه مالكي. وين يدخل البابور وين هما هادو انا اللي زادت انت وانا تحوسي فيه على تاع البالا تحوسي على الرزق اللي مجموع له اكرام يا هضره كتقول هيا بجميعا هذا نجيم جميعا لا أوه. ايوه راكي باغي توصل ان شاء الله صاين قريت وديت لا ليسونس وديت الماجستير دوك راني فوت في الدكتوره. اه الدكتوره بغيت تولي ربيبه. لا دكتوره الفوضوي الفوضوي جونجور بلوكاتك ديريكت هذيك تاع الجيله اللي ما خرجتش فيها. اه راني نشوف خويا امي انا غادي ندخل بعد مجوك علاه عاود عمي باقي مشتاش غايو يا ولي شتها هال الحب عماه درك عمو او انت يحسن عاونك انت باغي تسقسيك انت قال لي عبا انت 9 شهور انت في كرشه ما كرهت لا انا كان انا الشهر الاول نخرج على بالك يا ولد عمي. لا انا بري ما قلت ولا ما قلت لك نرقد فيك لو ما قلت لك شنو ما قلت ايوا معليش اللي تحمل الشجره يجي يجدوه مالي ما كان لي والو لو
ياه ما كاري والو على ما عرف طول ولا صباح ولا حاجه ولا راني تل هنا انا باك مش مامن هادي انا باك هذيك عمرها في التاريخ اقسم بالله هذه هذه الاولى تاعك انت ورا نولي باباك ثم غادي تزوج بامو ولي ثم انا نعيط لك بابا ايا وتجي لي حواء وتجي لي كوجي ايا وتجي لي اللي كوش اللو اللي كوش حال تلبس 44 تاع فارس النهر هذا اللي قال لك قال لك بات مع القروده اصبح يقرا يسوع دخل غنمك روح تونا لا بغيت يا ولدي كل شيء ماذا جاي ندير موك روح اسمع هاي التقسيمه ما فيها شك ما كان لي والو انا لك هالي روح والله يكفي روح على عندي طهاره ابي الشيطان خاطي غير موك يقرا عندنا مانا يا روح يا راجلك راجلك يا امي يا ربي يا انا قلبي تقول لك هرندو خفت يدي واحد اخر لا الحق زعما رانا سامعين وحاكي لكم ممكن ماشي كيما نجي نشوف بعينيا الله يحفظك المهم اسمح لي المدام راهيش هنا راحت غير بدي لك مبسس إيه. يا خويا ما ناكل لا عندك لحد اخر لا ان شاء الله بحول الله لا لا شوف لا انا ما نديش لا لا اللي باغي يجبد طافي مسوا نسحني فيه يا خويا هذا هو وهذه هي باش ناكل عندك ولا ناكل عند شي واحد اخر نخاف لاش مشيت توكلوني ولا شي حاجه لا ماشي حق لا والله والو والله حنا غير نضيفوك حنا ماشي زعما كتشرب قهوه قال رشوه والله لا قهوه ما يطول خير هيا الله يحفظك الرئيس تلاقوا ساعات ولكن الرئيس زيد فيريفي راهم كاين وحدين جاوا من برا وراهم باغي يزاحمونا في الفوضوي شوف مانيش زعما راني نخبر عليهم ولكن هذه الحقيقه عيني راهي هنا عيني راهي هنا عيني راهي هنا ان شاء الله بحول ايه اللي يسهل يدي الله يحفظك الله يقويك بارك الله فيك ان شاء الله بحول الله بغداد طيب بغداد الرئيس يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله ها والله راني مغبونه ان شاء الله بيه شفت الكوري اللي راني فيه هاجي دار المخلوقه هاجي دار ولا كوري حاولت ما غير دار وكوري غير كيف كيف 17 دخله وليا هاجي ها ويد روح تدخل انا بروحي دارك انا من زعما نكون اي هكا هلبي ندخل نلقى ندخل به انا كتهت البيبان ودوره باب في القند باب قلت ما زعما وين نروح ندخل ها ايوا شكون يا ما القناين هكا كيدخلوها يا باس توحشتيش مريم يا توحشتك شي حق تاع يبي هادي سامت هاي فيا دوك خيج اي شي نجيبك طيبو اي ما طيبش انا انا ما قعدت لاش انا سهل عليك تيويه انا مشي شي طيب ما بالك كاش اخبار جديده ليلى ولا والو هي ميون كاين دوشيات بصح ما فيها يا دي ميات لا فاميات زعما ما دنا والو نجيب لك حاجه شابه بنتي نجيب لك حاجه شابه طبعا كي تفرح بها بنتي باينه حق متك ميم يا مريم راهي في الجنه تنت من هذاك الماء تحمر وهذاك التقار وهذيك الميديتي والبرد راهي في الجنه بغيتي تسقسيك ميم رحتي في الكاي ولا في الطياره ما بغداد ياه مهبانو لا نعم 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 يا مسكين حق تعيبي اي ميم والله لا شفني مسكين اه عاقل وغي مدمر غي شاهي مسكين بس احنا ما شوف ولا ما بسيطة مك مك ها؟ ها؟ فوتي هاي شبي 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 ما تقايقيش مايك؟ موك ماها؟ نهضر معاها كي قلتك فيك سيي ما بغيتش؟ مريم تبي الشيك انت
هاني غايه خدوه كتقطع فيه. لا توحشتك والله لا توحشتك. يا يا يلا هدور اللي نجمك السرج ليا. لا لا اي مريم اتوحشتك. ساي شد نيفه ساي اوحى ادخل ضرب لا برقع بشبرة بشبرة مريم من بعد من بعد ساي صمتها من بعد شي راح ساي وا انا نسمع انا نسمع كراك تاع ادري راه دايره تاع اوبالور. وين نجي؟ كوبيلها كوبيلها غدو على عيطت لها غدو على عيطت لي امك تبغي تروحي روحي خلوني الدار وياه ما يروح انا هنا يموت انا حيمها عليك بغداد تخوي تخوي عندي هذا معك هو ايوه تكاين مزينو نهار اليوم صحا عيدكم مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم يتواصل لقائي بكم مشاهدينا الأعزاء دائما بمناسبة عيد الفطر المبارك بفندق خالد فوندوم ويلتحق بي كذلك نجوم سلسلة من سلسلات التي قدمت على قناة البهية تي في خلال شهر رمضان الفضيل معي الممثل والمخرج الشاب عمر بونور. رحبوا بك كل سنة وانت بخير عيدك سعيد. صحة عيدك فايزة وصحة عيد كل الأمة الجزائرية. بين سقسيك فايزة أختي الأولى نقولك صحة عيدك على بديتي بي أختي كاين اللي فام دابور عليلو شيخنا أستاذنا معليش معليش أنت المخرج ومن بعد نبدأ نعطي الكلمة الأخرى صافي بليزير اللي راني نقولها لك أونكور أون فوا اللي راني معاك وصافي بليزير اللي راني في وسط هذه القامة اللي كانوا معايا وعاونوني في سلسلة حكاية مكتب. نعم كذلك معي قامة من قامات التمثيل والفن وجه معروف الأستاذ علي بن ناصر نقول لك عيدك سعيد وكل سنة وأنت بخير. فعلا الأخت فايزة شكرا الله سعيدك وعيدكم مبروك إن شاء الله على ربي. شكرا. كذلك معي الممثلة المعروفة وجه كذلك معروف من خلال التلفزيون الممثلة ليندا أماروش عيدك سعيد كل سنة وانتي بخير. طول عمرك صحة عيدكم صحة عيد طاقم عام اللي خدم معايا صحة عيدك انتي الأولى استضفتينا اليوم أنا بكرنا بي قبل عائلة شناكتي الأولى ربي يحفظك إن شاء الله هذا العام يكون عام ربح عليك إن شاء الله. صحة عيد كل الجالية تاعنا لها في الخارج والأمة العربية الإسلامية العائلة تاعنا وكاملهم يتبعوا فينا دروك. شكرا. كذلك معي ممثلة سعيدة لامية عيدك سعيد كل سنة وانت بخير. الله يسلمك عيدك سعيد وشكرا على الاستضافة ونقول لهم عيدكم سعيد لكاع الطاقم اللي راه قائم على هذا الحفل تاع العيد ونحيي ثاني العائلة تاعي والوالدة نقولها عيدك سعيد. نعم طبعا روحوا الحكاية من كتاب لماذا اختير هذا العنوان المخرج حكاية من كتاب؟ بون هذه حكايه مكتب ما راهش مولود جديد هذه حكايه مكتب راهي من 2017 كما على بالك احنا في جمعيه زوم عين تادلس ننشطوا سينمائيا ننشطوا في جانب المسرح هذه السلسله كانت راح ترى النور في 2017 خليناها ونعطيناها خليناها تاجا وقتها واعطيناها حقها نعم. وان شاء الله تكون عجبت المشاهد واعطينا كل ذي حق حقه نعم. بارك كيما علي نشوف كي راه نعم. سيري الله يبارك ما شاء الله انا يعجبني انا علي بن ناصر نعم. نعم. اللي سي محمود اللي سي كان محمود. نعم. نعم كل واحد وين ادى الدور ما نكذبش عليك برس كيما كنت متخيل يعني كيما كنت في في في, في السلسله تاع حكايه مكتب كان هو يعني الشخصيه البارزه او نقولوا الدور كان هو الرئيسي عمي عباس نعم. ليندا نورا نعم. كذلك شارف جميع اللي شاركوا نعم. معنا نشكرهم وأدوا الأدوار تاعهم كما ينبغي نعم. ما شاء الله عليلو أنا أستاذي كما نعم. كما كي هو بدأ الفن وأنا ما كنتش ما با عاد جاي للدنيا نتفرج نعم. لي سكاش تاعو نعم. الحمد لله وحصلنا الشرف وخدمنا في رحبه عليلو كاع كنا نشوفوه في داك عليلو هذاك اللي يلعب خلينا نروحوا للكاتيجوري تاع نعم. يقولوا تاع لي سكاتش
نعم دروك دخلنا ليلو عطيناه لمسه جديده. نعم الشخصيه يعني تغير. نعم شي ليلو شحال من واحد باريزون كيما الفنان حمو هويدف كان. نعم عطيناه الدور تاع يلعب بالفنان. نعم استادير هو متاثر فيه الجانب المسرحي. شحال من واحد يقول لك لا ما نعيطش حمو هويدف يلعب باسكو يلعب لي تياتر بزاف. ما يعطيكش لا سيما احنا ايسينا باش نستثمروا في هذاك في هذاك الاداء تاعه الناجح. نعم اعطيته يلعب لو رول تاع فنان. نعم. هو متاثر استادير كيما نقولوا ندرسوا الشخصيه فنان مسرحي يجي ستيفا ويهضر في وسط اللي توراج يهضر بال بليتيرات دو تياترو. نعم لغه المسرح. طيب هذا هو مشكله. نعم. عندنا في السينما وفي المسرح ما ياخذوش الناس اللي تاع المسرح وعمهم معتمدوا على كاستينغ جديد. نعم. يديروا كاستينغ جديد لكن في بالهم هذه الشخصيه شي يقدم لي دائما نوضح في ديك الشخصيه. نعم. سمحي لي نقطع ليندا اختي خيره اختر سمحي لي نقطع ليندا باريزوم باش ما تروحليش هذه النقطه. باريزوم كيما نعرفوا نور الدين باريغو. نعم. نور الدين باريغو وحنا معنا لعب لا كوميدي نوار. نعم احنا شفناه في شحال من الخطره توجور نفس الكوستيم نفس الاداء. نعم. نفس ايسيت باش ندير توجور يعني تخرجه من الشخصيه اللي يعتدنا نشوفوها عليه. مارسي لعب لا كوميك في بلاست هاوس تادير اعطاه هذاك الاداء تاع باريزوم. فكرنا بوبا قراحه حسن الله يرحمه فكرنا بديدن سيرات بومدين. هذو الاعمده هذو اللي لازم نولوا للفن تاعهم باش نعطوا المشاهد الجزائري والعائله باش نعطوها هذاك واش راهي متوحشه واش راهي باغيه نعطوها عمل فن فني نوستالجي الحنين الى طابع كان مقبل. نعم يكون فيه ذوق حتى الفنان كيمثل شخصيه اللي احنا مثلا تعودنا على شخصيه ما ومن بعد خرج من المخرج كيكون يعرف كيفاش يتعامل مع هذيك الشخصيه ويخرجها من هذيك الشخصيه اللي تعتاد عليها المشاهد ويعطيها شخصيه اخرى يعني تجسد دور اخر. هنا يقدر يعني يعطي فرصه للممثل وكذلك هو يكون ذكي من يعني خرجه من شخصيه لشخصيه. هذا مهم. احنا احيانا نتعودوا المخرج يعطي يبقى يعني مختصره في شخصيه ما ونتعودوا نشوفوا فيها يعني يقول لك المشاهد ما يقبلهاش في شخصيه اخرى وهذا خطأ كبير. ربما يشاطرني الراي عليلو. نعم. وين مام تكنيكمو ايسينا باش نعطوا النوعيه الجيده. نعم. اللي توحشها المشاهد اللي توحشوا نخدموا استادير نطبقوا واش قرينا وحنا مازلنا نتعلموا. نعم. باريزوم كيما عليلو عجبته بزاف لا تكنيك تاع الدرون اللي دخلت اللي استعملتها ككاميرا نهضروا. نعم. من الجانب التقني الدرون استعملناها ككاميرا احنا مضاري نشوفوا الدرون من الفوق يخلوا. نعم. بها جنجل ولا سي بانا يديروا بها كش هكا عفسه خفيفه لا سيما احنا الدرون يسينا تجي من الفوق تجيستيفي لو ليو تاعنا وتروح عند لي كوميديان يشوفوا واش راهم يقولوا. نعم استاذي علي بن ناصر احنا قامه من قامات الممثلين الجزائري يعني الشخصيه اللي عطاها لك حبيتها ربما عطاها لك عمر. شوفي والله الاخت فايزه هي ديبين تفاهموا زين انا كيتصل بيا نقول درك نقول الاستاذ عمر. نعم. وهادو ماشي دي فلور ولا سي لا رياليتي باسكو وقع عندي سورت تاع ايتونمون باسكو السيد انا ما كانش على بالي بواحد المستوى تاع عمل درك ندخلوا فيه. انا هو دوبي اتصل بيا بار تيليفون و جو مغابا تخي بيان كنت برا عيط لي قال لي عليلو نستحقها كاين عمل فوالا وحكى لي حلقه كاع حكاها لي كاع في نص ساعه وهضر معايا في التليفون حلقه تاع الضيق في القلوب. تم لبست الشخصيه تم كي كمل كوبا تم لبست الشخصيه بون بالك مستلزمات عمل التمثيل موجوده عندي سي بور سا بالك كنت ابت نعم سهل لك اكثر. كاين سيرتان كوميديان اللي اوبليجي باش يدير سورت دو كونسونتراسيون. نعم. هذاك مسكين ما غادي يخمم انا ما نكذبش عليك جي با بوزوان دو كونسونتراسيون خلاص يعني ندخل فيه ديريكت. نعم. سو دوي لا ضحكت سمح لي علينا لا ضحكت هو على بالك علينا كي كونسونتري هاي اللي ندير تقولها لك صاير انا باغي نبدو تنصيب هذه اللي هي ايه يسكر كيما قولي لا باغي كونسونتري علي لا انا عندي سورت دو كونسونتراسيون سوا 10 ولا سوا 11 انا سوا 10 انا باغ اكزومبل كي نبغي نكونسونتر روحي انا ما عنديش الطريقه تاع نروح نتالونجا بوزيسيون دورسال عطينا واحده عطينا واحده علي جو بروفون دو ريسبيراسيون ندير نعم انا ندير مانيير انا ندير سورت دو imitation d'un cheval. Dire, je ne sais pas, dire des grimaces, dire des manières, dire des sortes d'handicap. هذه كان سي مي ميثود. نعم. انا ندبر راسي خويا نعوم بحري انا هذا بروفوندر غادي نعوموا فيه كل واحد يعوم على روحه. بون نستعمل مع هذيك الطريقه انا الحاجه الشابه اللي عجبتني في الاستاذ عمر بونور ونقولها زعما بكل صراحه ونقولها هو انا في كامل قواي العقليه انا خدمت بزاف خدمت اعمال وبكل احتراماتي للمخرجين انا استاذ عمر بونور كي بديت نخدم معاه ما كانش على بالي غادي نخدم معاه بواحد المستوى احترافي
ما صار على رياليتي سيد سي سيناريو مكتوب ستات عليه كوميديا كل كوميديا عندها سيناريو ريبيتيتر جي اي راكور سي دي زاستوس سي دي لي ديتاي اي عرف بلي الدعوه سي سيريو ارجع ليرو هذيك الاكشن ماكاش نقاش حتى هو يفتح السواله تاع كاميرا يو اكشن على ليرو قلع ما عندنا فور في لابروفيزاسيون جو بو امبروفيزي قال لي ليرو نو الو حسيت بلي بغا يقيدني في البيرسوناج تاع عمي محمود انا بين الفينه والاخرى كانت تخونني بعض الاحيان ذاكرتي ونبغي ندخل شويه في الكوميك وكان يردني حسيت بلي راه كاين قدامي ان ديريجون سوا ديزون لا ديريكسيون يل جير لو عرف بلي راه كاين مخرج قال له راه يحوس يقيديك باش تقعد في البيرسوناج تاع نعم اللي عطاه لك قال لي قال له باش ما نطولش لكم الهضره قال لي بغيت تقعد عاقل سيريو انسان فيك الخير ساج دائما تبغي الخير ربي يعطاك الرزق وهذا الرزق ماشي تاع رزق الله وانت عمي محمود اللي كنت نتقاسم في البطوله مع اللي كانت الدور تاع الزوجه تاعي وكانت ثاني بطوله انا وياك نخدم مع بعض لعب الزوج تاعي ثاني مره لعبنا دون ان فيلم ثاني ما شاء الله شباب عنده بالك الناس نساوه لكن فكرهم ما قلقتنيش في الخدمه اللي باسكو نعرف هذا جاب الخدمه كنت جات معنا الاخت اليمين حيها وفرحت وقلت لها راكي في الله تاع بناتي نعم حييهم بالمناسبه نور الهدى وانصاف قلت لها راكي كيما بنتي والله كانت كان اون كومبليسيتي بيناتنا في الخدمه دونك ليكيب كنا نحسوا بالحماس كوم سي كنا ديجا نعرفوا بعضنا وحنا ما كناش نتعرفوا سيتي لا بروميير فوا دونك حاجه مليحه ويافي دو ريسبي تاني ونشكر المخرج تاعنا عمر بونو اللي دار فيا هذه الثقه باسكو سي لا بروميير فوا تاعي نمثل في لا تيليفزيون وجيسبر نكون في المستوى ما خيبتش دنا واش رايك فايزه كمشاهده والله كمشاهده عجبني لانه كانت عنده لا في اللي هي اول مره والله يعني ننتظر منك الاكثر يعني في البدايه كبدايه مليحه فايزه اختي لاميا من بين الممثلين اللي تعرفهم اللي غادي ينجحوا ما يخفالكش باللي هي ما جبناهاش من العدم جايه من المسرح المسرح نعم والممثل اللي الممثل المسرحي اللي يعرف يتخلص بالمسرح امام الكاميرا هذاك هو الممثل الناجح الممثل سواء مسرحي ولا سينمائي اللي يسمع ويدير في راسه ويطبق هذاك اكيد سينجح سيصل الحمد لله لا مي انا ما كنتش نعرفها تعرفت في التياتر كنا بار فيسبوك هكا اول لقائي معاها رايحين تورنو نعم الحمد لله كانت ما شاء الله انسانه خالقه بتفاميليا تسمع وادت الدور كما ينبغي اسمع لي كاين دو بوان تري امبورطون كانوا حاضرين في التورناج لي انا واحد من الناس نرتاح لهم بزاف لا بريزون شارج سيغ نوريولوجي كنا في مسرح ما شاء الله يعني ما سفريناش قضيه انباته تاع الماكله كنا بريزون شارج زعما حاجه هذا هو المهم الامكانيات متوفره مليحه كتكون الامكانيات هذا من الحرص تاع المخرج هو اللي كان يقدر يخدم مرتاح الفنان يقدر يمد لك يقدر يعطي لك واش الحمد لله فايزه اختي ما يخفالكش باللي انا توجور كي نكون نخدم ولا نقول لهم سينمائيا انا في عين تادلس عندي رجال في كتافي الحمد لله نشكر اي واحد باش نذكرهم كاع ان شاء الله الله يعطيهم الصحه اللي عاونوني نقول لكم بارك الله فيكم اللي وقفوا معايا نشكر الوالدين تاعي اللي هما سبب نجاحي ممكن نكون نجحت مانيش عارف لسوسيال هذا المستوى اللي رانا لحقيناه ورانا عاد نتعلموا الاب تاعي والام تاعي نقول لكم صحه عيدكم بارك الله فيكم توما القوه تاعي انا بويا كثرت عليه الكوميديا عندك كاع في الدار التورناج الاخرى الوالده تاعي دي فوا مريضه هكا دخلنا دخلنا الدار جامي ردتني الحمد لله هذا هو نعم قاطع في النقطه مهمه وحسستني باسكو الوالدين تاعك بالمناسبه نقول لهم صح عيدكم عيدكم نعم. كل عام وانتم بخير الوالد تاعك والوالده تاعك خوتك كارلوس وكا فريمون زعما غادي نقول لك حاجه سمح ما شاء الله ما شاء الله نعم كان رابح عندك اي والله لا والله مازال فريمون ربي يبارك فيهم ويقول لهم مع الاخ عمر ودائما في بلديه عين تادلس انا ايضا بالمناسبه زعما نشكرهم خاطر وفروا لنا كاع الجو تخيل ربع عمر كلهم عيدكم سعيد كل سنه وهم بخير ثاني عام اللي كرهم انك كانوا معنا في نفس المحبه نفس المساواه وكونتخيغ بقدر ما كانوا يتعلقوا بنا بقدر ما كانوا يفرحوا بنا يعني فنانين حيين انجبوا فنانين العمل اللي هضرت عليهم ليندا من بينهم العمل اللي انا يتوشيني اللي ما يتوشيني فنان الفنان عمي طارق الله يرحمه درت له يعني خاص كانت معنا ليندا ودرنا فيلم وما وفقناش باش نكملوه ومن بعد مرض بعد توفى الله يرحمه وين دينا لقطه من الفيلم هذا اللي نعم. ما كملناش لي سيكونس تاعه ووظفناها داخل اللي اثر فيها نعم بزاف كانت معايا ليندا هذا وفاء منك انت لعمي
طاهر عمي طاهر خلاص نموت ولا ذوك الدموع ذوك الدموع يقولوا لك حقيقيه قبل ما قبل ما نكملوا المشهد قبل ما نكملوا ذاك المشهد قعدت نحكي لهم اللقطه اللي صرات لي مع عمي طاهر كنت نقارع عليها باش نقول لها غادي نخدموا فيلم تاع العيد ونكملوه وكذا يومين من بعد عيط له ما يرفدش قال لك راه في السبيطار من بعد زدنا الغدوه من داك ولا يعيطوا لي بصح عمي طاهر مات بصح عمي طاهر مات قلت له راه مريض منه بعد سنة الله يرحمه الله يرحمه نترحموا على عمي طاهر نقولوا له واش تقول لنا السيد علي واش تقول لنا يعني كلمه من هذه المناسبه عيد الفطر شوفي انا بالمناسبه ما ننسوش واحد الانسان نحترمه بزاف هو استاذ تاعنا وكاع عمي عباس وناس بالعباس نقول لهم صحيتكم وكان نورمالمون راه حاضر معنا وراه مسكين دار اوبيراسيون حاجه خفيفه ان شاء الله نطلبوا له الشفاء الى سيبي اون انترفاسيون شيروجيكال نتمنوا له ان شاء الله الشفاء يا حباده لو كان حاضر معنا بمناسبه العيد نقدم الاهداء نعم تفضل تفضل شوفي انا بمناسبه العيد غادي نقول باللي هذا اللقاء الجميل كجمال هاد الناس اللي حاضرين معنا نقول لكم صحيتكم كل عام وانتم بخير العائله تاعي عائله تاع علي بن ناصر الزوجه الكريمه اللي رايحه دائما 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 واقفه معايا والله يقويها باسكو هذه صافي 25 كون ولا غير تورناج وزيريو كاع وهي هي رافده كلش بناتي نور الهدى وانصاف عادل ولدي بالمناسبه ما ننساش كاين كوافير تاعي اللي دائما كان يقوم بيا سموه هني بغداد نحييه هني بغداد نقول لك عيدك مبروك باسكو قام بيا بزاف كان يدير لي راكور وكاع كاين واحد السيد ثاني نحترمه بزاف هو ريبولو رشيد سيستم نقول له رشيد خويا عيدك مبروك كل عام وانت بخير انسان ثاني وكل الامه الجزائريه والامه العربيه الامه الجزائريه لا الشعب الجزائري والامه الاسلاميه الأمة العربية والشعب الجزائري لا حيا راحت عليك والله يجيب الخير حيا راحت لمية بمناسبة عيد الفطر نجدد نجدد التحية للوالدة والعائلة تاعي والتي نحييها باسكو توجور كانت دعمتني واقفة معايا لآخر دقيقة ونقول لهم عيدكم مبارك لكاع الجزائريين وين ما كانوا والأمة الإسلامية شكرا ليندا انا تاني بالمناسبة نحيي العائلة تاعي اول حاجة العائلة العائلة خاطركم ماشي عائلة ممكن ماكش غادي نسهر ما وصل خاطر اصلا حنا نخدموا نديروا الاعمال بصح كي ما يدعموناش مع هذه الخدمة باش نوهوا بالذكر يعني ما فيهاش مردود كبير الناس كاملين يشوفوا فينا ملي حنا حاجة كبيرة حنا حاجة كبيرة بمحبسكم لينا حنا ماناش حاجة كبيرة بصح حنا حاجة كبيرة ما ترضاوش علينا غادي نعاود نهودوا في النيفو ورضاية الوالدين وثاني رضاية رب العالمين ديروا ادوار يعني كلها ميساجات كلها رسائل دائما حنا شحال من غلطة توقع في مجتمع حنا بهذاك الفيلم نديروا ولا ذاك المسلسل نوهم لمخاطر هذاك الشيء اللي غادي يديروه نعم. يشوفوا قبل ما يحسس باش ما يلموش نعم. اذا بالمناسبه قلت نحيي والديه بنتي لهذا الوقت اللي مخليتها في الدار نعم. العيد لازم نكونوا مع بعض نكونوا نعم. فاصلين يعني مخليتها مع وحدها نشكر كامل اللي دعموني نشكر قناه الباهره احتضنتنا برحب بسعه ورحب نشكرها بزاف وان شاء الله ما يكونش هذا اخر عمل معاهم ان شاء الله شكرا كثير شكرتينا وكان خاطرك واسع معنا شكرا لكم مره اخرى عقب العمل اخت فايزه معليش والله تفكرت وحدي معليش غير بالخبر ميم با اون سكوند نقول صح عيدكم مبروك الحبيبي اللي واقف معايا دائما ومفتخر بيا سعد اللي دائما واقف معايا هذا صاحبي سي ان كوميديان نبغيه بزاف سي لو سول بالك سي لو سول اللي بقى توجور معايا توجور واقف نبايع لك لي زامي تاعي لي فان تاعي اللي كانوا يعرفوني في 86 في 87 88 نقول لكم عيدكم مبروك توجور شوي لا وعائله تهامي نزيم بلندن ولاده يوسف وادم وياسر نقول لهم عيدكم مبروك هذه المخرج والممثل عمر بنور نعاود نقول لك انت يا فايزه اختي صح عيدك حي يوسف فحشوش على هذا اللباس اللي قدمه لنا وساعدنا به ما ننساش نونو نيو فيزيون شركه انتاج نيو فيزيون امين اللي وقفوا معنا وعطاونا هذيك اللمسه الرائعه في السلسله لولا هما لما كان يكون العمل جيد وناجح هكذا حي سليم اللي وقف معنا مول الفيرما سليم مول الفيرما اللي حللنا الابواب تاعه وسجلنا عنده حي جميع واحد فاطمه بن قفوف اللي حلت لنا دارها جميع واحد وقف معايا كل اللي ساعدوا من اجل نجاح السلسله هذا العمل نقولوا هاو حقك تحياتنا واذا تسمحي لي الاخت فايزه شغل بلا ما ننسى لا ديريكتريس تاعنا اللي دارت فينا الثقه وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ونشكر المدير العام لقناة الباهية مسيو جباري
سي نوتخ بريزيدون اللي راه مشرفنا وداير فينا الثقه، وان شاء الله نكونوا قدر المسؤوليه ان شاء الله. وبارك الله فيك فايزه اختي، وصحة عيدكم والديا خواتاتي. كارلوس خويا ما كيراني زعفان عليه، قلت له ما تنساش تهضر معايا، نقول له صحه عيدك. باش ما نكونش قليل الاصل فكرني الاخ، باش ما نكونش قليل الاصل، خاطر اللمسه هذه نفستها من نقافات رحيم. نحييك كل عام سير بخير ان شاء الله، مازال نتعاملوا معك اكثر واكثر. شكرا شكرا لك فايزه على ما طرحي لها السؤال. طرحي لها السؤال كان المخرج استاذ عمر بونور، نقول لك الحي نبيع لك الوقت يداهمنا، نبيع لك شوي بري باش نجي نقرا عندك الاخراج، نقولها لك انا صراحه والله. الوقت يداهمنا. غير السؤال تاعي يقول لك اسكو كاين الدو ولا ما كاش؟ هذه حكايه من كتاب، اسكو تحضرنا تني حكايه من الكتاب. والله غير معليش نحلوا هذه الاقواس. حكايه من كتاب كانت الخاتمه مفتوحه، وهذه الانتيليجونس تاع سيناريست. مش نقول لكم انا انتيليجون ولا حاجه، ولا سيما اللي قراونا كثر خيرهم. كانت خاتمه مفتوحه وممكن جدا تكون الدور، تكون طبعا يعني. وهذه سلسله، هذه حكايه مكتب، كانت اول مره ونستعملوا سلسله في وسط مسلسل. يفهموني سينمائيين واش راني نقول. سلسله كانت سلسله في وسط مسلسل، ان شاء الله لما لا اعمال دراميه اخرى، انتاجات ان شاء الله بمستوى فني راقي ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله يا ربي. عمر بونور مازال مادامه كاين، مادامه يبدع باذن الله، وان شاء الله نجيو نجيبو جديد ان شاء الله. هذه رساله لكل واحد يبغي عمر، وكل واحد يشكك في قدراتي. تحياتي لك. شكرا للمخرج المتالق دائما عمر بونور، نتمنى له مزيد من النجاح ومزيد من التالق ومزيد من الابداع، ومازال كذلك نتمنى له كذلك المزيد من الاعمال الدراميه والفكاهيه لما لا. طبعا نقدم الشكر لبوتيك رازان على لو كافون باش ما ننساهمش. نعم. نقول لهم عيدكم مبروك نسرين وحليمه، كل عام هما بخير ان شاء الله. شكرا. ونشكر مره ثانيه المخرج عمر بونور اللي وضع فيا الثقه، وان شاء الله يكون هناك اعمال اخرى ان شاء الله ومسلسلات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. اكيد راح يكون ابداعات اخرى لعمر بونور، مش فقط المسلسل، حتى في الحصص اللي بوست كافي. من غادي نبداو بوست كافي. لا لازم نقولها، لازم نقولها جماعه تاعو على ليكيب تكنيك تاع الباهيه، صوفي عبد الرحمن حسين الشريف كاع الجماعه نحييهم. نعم واحد كمال. نعم راح نسمع تاعنا تاع الباهيه عبد الرحمن بكراش، وش خوتي هادو، خوتي هادو العائله الفيزيائيه. اكيد نشكرهم. مع فايزه تاع الصباح. شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله نبدع ان شاء الله ان شاء الله. اكيد هكذا مشاهدينا الاعزاء راح نستقبل بعد هذا البلاطو يعني زملاء كذلك من خلال هذا يعني، واللي شاركوا كذلك في سلسلات اللي مرت على سلاسل من سلسلات قلت مرت على قناه الباهيه تي في من خلال برنامج رمضاني. راح نتابعوا، ما تقطعوش يعني، ما تروحوش بعيد، بقوا معنا ونلتقي بعد هذا الفاصل. زينوا نهار اليوم صحة عيدكم، زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. مش معناش خوناتي نموت، خوناتي ما قرأوا فيه برا وقعدوا لي كيما كان، طلع لي في ويبسي. قرب الناس لي
يسمح لي. صعيب. محمود حمد راه غادي بزاف راه في رجلينا ماذا ماشي خدام هذا ولد الدار ماذا بيا يكون عامو فيه البحر حيت راني عاشا ندير راني موجد لا عمر بحال هذا وهذه الفرقة لحمد ايه دروك على كل حراني بدلت الحرفة دروك وليت انايا نداوي بالحشام السنيال الارض هذه ما كان لا بطاطا لا خرجب لا قرنا لا والو على كل حال الا كتب الله سبحانه وتعالى غادي ندير من درع تاع كاريتوس مع زريع تاع البسباس مليحه المصران غادي ندير منها شويه تاع مروكوت خاطر مروكوت هذه اللي فيه الصبقه مليحه للطل يطلي ويريح ان شاء الله باذن الله ونديروا شويه تاع منها تاع حريق هذا الحريق مليح على الظهر وعلى الدار كيولي زعما ظهره يطيح الشحط وكاع يطلي بالحريق صح حتى هو لا زعما نفهمهم باللي ما يليقش يشرب غره تاع حريق خا شكون يشرب غره تاع حريق الا هو صابوه في ديك البلاصه خاطر غادي يطير مع ما عندنا ونقبضوه وان شاء الله البلاصه هذيك باذن الله غادي ندير فيها شويه تاع بلون ونحل الشركه هنايا ونجيب امراه سبيسيال دي ريكروتمون تاع امراه تضرب الخفيف خاطر الناس كاع راهي مطروشه والناس راهي كي والو خاطر راهم مخلطين شعبان مع رمضان والله يجيب الخير هنايا قلبك كبير الله شكرا اولا جاي 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 من الجامعه والله يبارك انت كيف تبدا جاي من الجامعه ورا دارس الله هنا راه نقول لك يا سي ربح هذا محمود انسان مريقل انسان تاع الله ونيشان مريقل النيه خويا النيه شو خويا السماعه في وجوههم سبحان الله سبحان الله السلام عليكم اهلا وسهلا ضيف ربي مرحبا بكم سي محمود كيراك لاباس مرحبا بكم سي محمود الله يبارك صبركم جايين عندي واه سي ربح متشرفين بك يا اخويا عندها شركه تاع الكاشير صبر شوف تفضلوا عندي مرحبا بكم نهضروا الدخل بارك الله فيك عشان نحل لكم بارك الله فيك استاذ هو اللي جا عندي وقلت له انا حميد الله يخليك الله يكون مرحبا بك حاج على الله فاضل ما تحب اسمع يا اخويا قضيت عليا بزاف هذه القضيه هذه يا حبيبي هاودي هادو لا هاتوا من حاجه واحده اخرى هاد الارض هادي اللي قلت لك عليها انا تكون صغيره امس هاد الظروف قال عليك انا عليا انا ثاني يا خويا شوف خبرني اليوم حكيه اسمح لي اسمح لي دقيقه اسمح كاش ما يخصك خويا
اسمح لي الحاج، مانيش باين ندخل روحي ولا حاجه، انا هو مول المحل هنايا. سمعتك تهضر على ارض ولا ما هكا، وانايا بالغ نبروبوزي عليك واحد لافير. عندي ارض ومعها محل بونيس الحاج. ارض كبيره ولا صغيره؟ ارض كبيره، انا الارض هذه ما نبيعهاش وما راش عندي صوالح، راني رايح للخارج. ثم شحال؟ مليار الحاج، وثومه تاع مليار حلوه الحاج. انا غير راني مقلق نورمالمون ما نبيعهاش. بصح الدراهم انا ما عرفت واجدين يا خويا، انا ماذا بيا نشوفها اللي ربي كتب ونتفاهموا عليها. هيا بسم الله حاج. انا هاي كارت فيزيت، كاش حاجه اتصل بيا. صحة ودي، ماذا بيك في اقرب وقت؟ ان شاء الله الله يكمل بالخير. هيا السلام عليكم. في امان الله. المرسومات على الارض والمحل من قطعه اللي كانوا خاص بزاف، نجم تقول تقلقنا وشيناهم. ساك المليار جاتني مليار حسب رخيصه، وانا قلت لها بدي ندوخ. قلت لي عربية بسم الله هي، بس راني عجلان خف الليل، انا راني غادي للخارج. هذه نقطه مهمه. انت وسالم وش دو قشكم وطلعوا الشومبر اللي وجدتها لكم. هذيك الشومبر واسعه، الشومبر اللي كنتوا فيها مضيقه. هي روحوا تفضل. الله يحفظك سيدي. الله يبارك فيك، يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. تفضلوا سمحوا لي. انتم راكم صبرتوا كما قالوا الناس بكري، الصابر ينال. تفضلوا. المثل تاع نهار اليوم الصابر ينال، وانتوما مشاهدينا زيدوا صبروا معانا في هذا الكتاب، شحال من الحكايه. مزين نهار اليوم سحاعدكم، مزين نهار اليوم مبروك عيدكم. مشاهدينا الاعزاء يتواصل لقائي معكم، ونستقبل كذلك ضيوف هم ابناء قناه الباهيه تيفي. ابدا من على يساري وزميلي مقدم الاخبار نائب رئيس التحرير وسيم قجاجة، مرحبا بك، كل عام انت بخير، اهلا وسهلا بك. كذلك نروح لزميلتي رشا بنوالا لنقولها كل سنة وانت بخير وعيدك سعيد مبارك. أهلا بك زميلتي فايزة، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ويعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. صحة عيدك فايزة، صحة عيد زملاء وزميلات بقناة الباهية وكل مشاهدين الكرام، الشعب الجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة، ينعاد علينا بالخير والصحة والعافية واليوم والبركات إن شاء الله. شكرا وسيم. كذلك زميلتي الصحفية مقدمة الأخبار زهيرة سلكة، ونقولها كل سنة وانت بخير وعيدك سعيد. شكرا زميلتي فايزة على هذه الاستضافة الطيبة، نقول لك تاني صحة عيدك، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، لكل أصدقائي، لكل أحبائي، لكل أقاربي، ولكل جميع المسلمين المتواجدين في بقاع العالم. نعم أقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية. شكرا زميلتي طبعا زهيرة السلكة. ونروح كذلك للزميلة ومقدمة الأخبار أنصار جليخ، أقول لك كل سنة وانت بخير وعيدك سعيد. مساء الخير زميلتي فايزة، وكل عام وانت بخير إن شاء الله، وينعاد علينا بالخير والعافية إن شاء الله. نروحوا إلى ولاية من ولايات الجزائر العزيزة المتواجدة كذلك يعني بالحدود الجزائرية قريبة كذلك لأشقائنا بتونس، طبعا ولاية قالمة، اللي نروحوا لها ونعرفوا من خلال ممثلها هو وسيم قجاجة اللي راح يتكلمنا عن بعض العادات والتقاليد للولاية. شوفي فايزة، الجزائر واحدة والعادات والتقاليد تختلف من منطقة إلى أخرى. مش تحبين نبدأ لك بالأطباق الرئيسية بالحلويات؟ صح، نبدأ بالأطباق الرئيسية. كاين في الفطور كاين اللي يدير الشخشوخة، معروفة شخشوخة قلمية حارة. الفطير أنتم في وهران تقولوا الرقاق، في الغرب وش تقولوا زاهرة؟
في الجنوب، في الجنوب عفوا، باش تقولوا في الجنوب من بعدها صح. الكسكسو انتم تقولوا طعام، هذا في الفطور، وتختلف كل واحد الطبق اللي يديروه في الفطور. اللي احنا نقولوا الغداء، زيد يشوفوني تاع قال ما يقول لك احنا نفطروا بالنتقهوى زعما بالسمو. الحلويات كاين معروفه يعني البقلاوه المقروض، هذه هي. نروح الانصار، انصار طبعا اكيد هي من يعني الاغواط، مدينه الاغواط هكذا. ولكن نتكلموا نعاودوا نرجعوا نتكلموا على تقديم الاخبار مثلا، على الضغط الموجود ربما خاصه في شهر رمضان، التغطيات اللي تكون خارج يعني سواء في النهار او في الليل، يعني كيفاش كاين تغطيات مور الفطور نخدموا في الليل، كما الجمعيات يديروا يحيو حفلات هكا مثلا كيما طفولة المسعفة، كيما نعم. دار الأيتام، إيه ديروا إفطار جماعي هكا زعما حاجة مليحة نعم. نغطوا الحدث و حتى سهرات رمضانية، إيه ديروا سهرات نعم. رمضانية نعم. وكيفاش تكون الأجواء يعني مقارنة بال يعني العمل في الليل والعمل في النهار، يعني أكيد يختلف. في النهار شوية تعب، وفي الليل يعني حالة تحية شوية بعد الإفطار يعني نعم. طيب نروح لرشا بنوالا، عم تغريداتكم العمل اللي كنت تقدميه، ومن بعد جاء عمل يعني في رمضان اللي كنتي ربما تعطيه بعض النصائح، ربما خاصة في اختيارنا لأنواع الأكل سواء في الخضر أو الفواكه، يعني مقارنة بتغريداتكم وش هو يعني البرنامج اللي كان قريب لك نسيب. تغريدتكم كانت أول تجربة لي على قناة الباهية، هي برنامج ذو طابع اجتماعي. نعم. كنا نعالجوا قضايا اجتماعية، كان عندي ملي بديت دخلت الباهية دو مو هكا ولا، ومن بعد كانت عندي برنامج في رمضان. كانت اول حصه ليا تقدر تقولي دي كابسول تاع 4 مينوت 3 مينوت، كنت نقدم فيها معلومات نعم صوالح اليمونتير صوالح اليمونتير نعم. ليغوم فروي نعم. وحسيت ربما كانت ردود فعل مثلا المتتبعيك، ربما شفتي تبعتي صفحه يعني المتواجده على صفحه الفيسبوك يعني مثلا، او شفتي مثلا ردود فعل المتتبعين المواطنين اللي يتبعوا مثلا خاصة اختيار الأكل، اختيار نوعية الأكل، اختيار نعم زعما كان عندها كمتابعين صدى، عندها صدى نعم. إيجابي نعم. نعم. حبيت فقط نقول لأنه زميلتي رشا هي كانت عندها أول تجربة وأول إطلالة لها على قناة الباهية من خلال برنامج تاع فائدة، يعني الشيء المميز أنها كان عندها حضور على الشاشة، يعني الشيء اللي تميزتي به. ناخذ هكا يعني رحلة وتذكرة سفر إلى تيميمون، ونحيي ناس تيميمون من خلال السكان الطيبين، من خلال ظاهرة سلكة، ونقول عطينا بعد يعني الأكلات اللي تحضروا في شهر رمضان خصيصا وفي صبيحة العيد. شكرا فايزة. بالنسبة للعادات والتقاليد تاع ولاية تيميمون، هي عادات تختلف نوعا ما عن باقي ولايات الوطن. إذا تكلمنا على الأكلات اللي نحضروها في شهر رمضان، كما هنايا في وهران ولا في الغرب معروف عندهم طبق الحريرة ولا الشوربة فريك، كاين بعض العائلات لهنايا يديروا شوربة فريك، بصح حنايا نطيبوا في تيميمون ما يسمى بالحساء، الحساء في بلاصة الحريرة. وكذلك بالنسبة للإفطار في وقت أو كي أذن المغرب ما نحطوش حنا الطابلة، يعني من شغل الأكلات قاعد نحطوها مع بعض، حنا صح حنا نكسروا الصيام بالحليب والتمر وبعد نحطوا الحساء، طبق الحساء ولا معروف عندكم طبق الحريرة، ونزيدوا معها مقبلات وبوراك ميني بيتزا وهذه الأمور وسلطة. والوجبة الرئيسية ولا البلا برينسيبال يكون بعد صلاة التراويح، حنا هذه الجنوب معروفة عندها، يعني حنا ما نحطوش الطابلة مع بعض يعني حتى بعد صلاة التراويح. بالنسبة للعمل في رمضان، هو يعني صراحة هذا العام ليس بالمتعب، الحمد لله كان تنسيق مع زميلي وسيم بالنسبة لتقديم نشرة الإخبارية، كذلك مع رئيس التحرير الأستاذة هواري أختار،
يعني ماشي حاجة صعبة. شكرا زميلتي زهيرة سلكة. نعود نرجع لزميلي وسيم مقدم الأخبار. حبيت فقط نقول له العمل ما أنك نائب رئيس التحرير يعني مسؤولية شوية صعبة لك، لازم تراقب كي يجوك مثلا المراسلات من ولاية أخرى تعود تشوفها تفيزيونيها إلى غير ذلك، يعني حبيت نعرف. والله شوفي عادة رمضان ما يغلبنيش، لكن هذا العام في الأيام الأخيرة غلبني شوية. على بالك ضغط العمل ومهنتنا متعبة شوية، مش شوية بزاف، على بالك راكي في الميدان وتعرفي، ولفنا يعني ولفنا الضغط الأخبار في الجو تاع الأخبار والضغط، وهذه عادي جدا. ولا رمضان يجينا كما الأيام العادية. وسيم حبيت نسأل مثلا، احنا ربما كنت تابعوا سلسلة فكاهية إلى غير ذلك ما عرض سواء في الشاشة على قناة البهية تيفي أو في قنوات أخرى، حبيت يعني نشوف كمشاهد، أنت كمشاهد في مجال الإعلام وش تقول، يعني هل أنت تجد مثلا ضالتك من خلال البرامج التي تقدم، أو تشوف مثلا ممثلين يستحقوا مثلا تابعوهم وشجعوهم، أو مثلا تشوف هناك حتى في يعني في التمثيل كاين دخلاء شوية يعني اللي ما عندوش علاقة بالتمثيل وحابين يفرضوا روحهم في التمثيل، يعني كيفاش نكونوا بنكون معك صريح؟ يعني ما تبعتش كل شيء مقتطفات بحكم العمل والضغط، تبعت حاجات بالنسبة لقناة الباهية، كاين سلسلة مسعود ومسعودة أكيد كاع الناس تبعوها. حاجة جديدة اللي شفناها تصدرت المرتبة الثانية والأولى من حيث السلاسل الكوميدية. الحاجة الثانية قلت لي لفتت انتباهي في الباهية كشغول جديدة هكذا، حكاية من الكتاب المخرج عمر بونور، حسيت حاجة جديدة هكذا وتلامس الواقع، وهذه هي. بالنسبة للدخلاء التمثيل ممكن ماشي اختصاصي، ممكن نتكلموا على مجالنا اللي هو الإعلام. من وجهة نظري الإعلام يعترف بمن يقدم له الإضافة، وهذا ما يعنيش أنه الصحفي يكون دون المستوى. لما نتكلموا على الدخلاء، إيه نعم كاين دخلاء في المجال وبكثرة، لكن ما يعنيش أنه كاين أصحاب المهنة اللي واقفين على المهنة ويمثلوها أحسن تمثيل إن شاء الله. أتمنى لكل نجاح زميلي. نروح الأنصار وأنفال هكذا، يعني الأختين يعني تقوم بتقديم ربما تقدم مقدمة الأخبار كلفة يعني الجانب التغطية الثقافية، ومن خلالكم انتم نشكر ونهنئ الوالد محمد بسام المعروف الفنان الكبير وكذلك الوالدة تاعكم. حبيت فقط نقول كاين تفاهم بين الأختين التغطية في نفس المجال. نعم، واش تقولي بمناسبة العيد؟ بمناسبة العيد هذا ان شاء الله يتعدى علينا بالخير والعافية، وعيد سعيد لكل الأمة الإسلامية والعائلة، الوالدين والجدة والعمات والخالات، هذه هي، ويتعاد علينا. شكرا زميلي قجاجة، لكل سكان قالما ووهران، سكان هنا المدك راكم يعني تعمل هنا بوهران، وكل محبيك ومتابعيك بالمن هذه تحياتي. كنت سقسيتي زميلة أنصار قلت لها أنتم الأختين تتفاهموا، هنا في الباهية الزملاء يتفاهموا، فما بالك الأختين يعني في جو عائلي. نبدأ بهم كل زملاء وزميلات في قناة الباهية، صحفيين تقنيين، منساش رئيس التحرير الأستاذة هورية خطر، نقول لها صحيح دك كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. منساش العائلة، عائلتي صغيرة والكبيرة، يما وبابا، أخوتي، إخواتاتي، عائلتي صغيرة والكبيرة، عائلة حريد وعائلة كاموش قالوا لي العام اللي فات ما قلتناش نسيتكم، وهذه هي. وعد سعيد إن شاء الله لكل الجزائريين خاصة والأمة الإسلامية عامة، ينادى علينا بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية إن شاء الله، والأمن والاستقرار الأهم على جزائرنا الحبيبة إن شاء الله. ولدي قال لك لو كان جيت لما تلقاك في سهرة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، تكون جيت المدير تاعك نعطيك 10/10 خلاص، يعني ناخذ الصراحة من الأفواه الأطفال هكذا. زهيرة يعني تهانيك للعائلة. إذن بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ كل سكان ولاية تيميمون، نهنئ كذلك عائلة حلوز من الكبير للصغير وعلى رأسهم سيدة هوارية، نشكرها بزاف وإن شاء الله ربي يحفظ لها ولدها اللي راه في ديار الغربة. كذلك إلى الوالدين الكريمين، ربي إن شاء الله يطول في عمرهم ويحفظهم لي ويخليهم لي تاج فوق راسي إن شاء الله. إلى كل أخواتي كذلك زملائي اللي راهم حاضرين هنا معي في البلاطو واللي راهم خلف الكواليس، نقول لكم انتم تاني صحة عيدكم. كما نهني تهنئة خاصة لعمتي الوحيدة اللي إن شاء الله ربي يطول في عمرها ويشافيها وربي يخليها لنا إن شاء الله، وصحة عيد كل المسلمين.
فكرتني ظاهرة ثاني عندي عمتي واحدة نوجه لها تحية ونقول لها عيد سعيد، عمتي وبنتها نقول لها عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. زميلتي رشا، إذا أهنئ الأمة الإسلامية، الوالدة تاعي، عائلة غزالي، طاقم قناة الباهية، الصحفيين وجنود خفاء اللي راهم وراء الكواليس، وعيد سعيد لك أيضا زميلتي فايزة. شكرا جزيلا زميلتي رشا. مشاهدي الأعزاء نقول لكم كل سنة وانتم بخير، خاصة جاليتنا متواجدة بالخارج، دون أن أنسى اللي تعبوا معنا كذلك هما من رجال الخفاء، حسين كذلك، صوفي، عبد الرحمن المخرج كذلك، عمر بونور، شريف كذلك، بدوي، كل اللي تعب وقف معنا، دون أن أنسى العمال، عمال قائمين على فندق خالد فوندوم، ما نساهمش كذلك، راهم واقفين وقاعدين معنا، كذلك السائقين وكل عمال قناة الباهية، قسم الأخبار، كل اللي تعاملوا وقدموا أعمال قيمة ويعني سلسلات اللي أثروا بها هذه السنة رمضان، هذه السنة ودخلوا لبيوتنا، ويعني كانت فرجة جميلة جدا، وكانت فيهم أحكام، وكانت فيهم كذلك مواعيد كذلك جميلة كذلك جدا. فنشكر كل المخرجين اللي تعاملوا مع قناة الباهية، شكر جزيل. ودون أن أنسى فحشوش كذلك الذي ألبس مقدمات الأخبار، سلكا هكذا، رشا كذلك، وأنصار، دون أن أنسى كذلك سواسيم زميلي باللباس كذلك التقليدي الجميل، وكذلك ما ننساش رحيم النقافات التي كان اللباس نتاعه في الطلة الأولى اللي طلتها على المشاهدين الأعزاء وأوفياء قناة الباهية تي في، رحيم النقافات، وكذلك الخبيرة التجميل والحلاقة السيدة بنطاطا رشيدة، صالون لافيرج بمسرقين. ودون أن أنسى كذلك هذا اللباس التقليدي الجميل من دار الأزياء أيقونة وهران، لكذلك الحلاقة والتجميل. هكذا مشاهدينا الأعزاء، قبلة لكل المشاهدين الأوفياء على الجبين، ونقول لكم كل سنة وأنتم بألف خير وهنا وصحة وبركة يا رب، وإن شاء الله دايما 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 تكونوا ونلقاكم في أحسن الأحوال، ونتمنى فقط أن نقول نترحم على أموات المسلمين، وندعو الشفاء العاجل لكل مرضانا، ونتمنى وكذلك للأمهاتنا، أمهاتنا يبقوا تيجان فوق راسنا، ونسلم على كل أمهات اللي عاملين معا يعني عملوا معايا، سواء من التقنيين أو من قسم الأخبار، أو كذلك يقول لي تحية عبد الرحمن الوالدة تاعو هكذا، صوفي كذلك، حسين كلام كذلك، عمر طبعا، ونعم وسيم كذلك، شكون نسيت يا ربي باش ما يغضبوش عليا، والزميلات كذلك، الأمهات هم كذلك، للجميع. مشاهدي الأعزاء نلتقي بكم طبعا غدا بحول الله، نترككم على إيقاعات فرقة المحبوب، هو للمحبوب، في هذه الإيقاعات الجميلة الجميلة جدا، ونلقاكم غدا بعون الله، إلى اللقاء. مزين نهار اليوم سحاعدكم، مزين نهار اليوم مبروك عيدكم.